بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الكرة المصرية من مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس، واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية وواحد من الملاعب اللي تربينا عليه وعلى استقباله للمباريات الكبيرة، الملعب اللي بيتزين بأبراجه وبيتزين بجماهيره من الفرقتين. أهل الكرم المحلوية بيستضيف النهاردة أصحاب الفانيلا البيضة بخطين حمر، نادي الزمالك في ختام الأسبوع الرابع حصريا على اون تايم سبورتس دوري نايل الدوري المصري الممتاز، وواحده من اللقاءات اللي بقول لحضراتكم بيبقى فيها النديه والقوه بغض النظر عن مكان الفرقتين في جدول الترتيب، وان كان اصحاب الارض عينهم النهارده على المركز السابع او ممكن تزيد ان في حاله الفوز باكثر من هدف، او نادي الزمالك الضيف النهارده الضيف اللي مش سهل تماما واللي عينه على المركز الثاني والوصول للنقطة التاسعة والعودة بالثلاث نقاط لميت عقبة. صافرة تحكيمية النهاردة بقيادة الكابتن محمود بسيوني، حكم ساحة بيعونه كل من سمير جمال وخالد حسين، أحمد ناجي حكم رابع، محمد الشناوي حكم فيديو بيعونه كل من محمود أبو الرجال. أدي جوزي جوميز البرتغالي، مباراة من على الخطوط النهاردة مش سهلة تماما، مباراة برتغالية مصرية في واحد من اللي لعبوا لنادي الزمالك من قبل، معشوق الجماهير الزملكاوية أحمد عيد عبد الملك اللي النهاردة بيدخل بدعم جماهيري كبير. النهاردة الملعب بيتزين بالجماهير، وزي ما سمعنا من مراسلنا ان الجماهير كانت موجودة وجماهير الزمالك ايضا اللي زحفت ورا الفريق لملعب اللقاء. الملعب بيتزين من قبل البداية، ناقص انه يتزين باللعب من الفريقين، وادي الروح الطيبة ان الجهاز الفني الغزل المحلة رايح للجهاز الفني لصالح نادي الزمالك يحييه ويستقبله، ونتمنى 90 دقيقة تختم لنا هذا الأسبوع ويكون مسك الختام للأسبوع الرابع من دوري نايل. لقاءات كتير كانت بين الفرقتين، بقول لحضراتكم واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية، تقابلوا من قبل 116 مرة، 116 مرة، ده رقم كبير قوي في لقاءات الزمالك وغزل المحلة أو غزل المحلة والزمالك. وادي جماهير الزمالك، المخرج على طول بيجيب لنا الماتش اللي من المدرجات، ده في ماتش تاني، في ماتش تاني في المدرجات ما بين الجماهير هنا والجماهير هنا، وكأنه لقاء في الكاس، كأنه لقاء نوك اوت، وحشتنا الأجواء دي. وادي لاعبي نادي الزمالك نزلوا لأرض الملعب بقيادة عمر جابر كابتن الفريق ومحمد عواد، وخلينا ناخد فكرة عن تشكيلة الفرقتين سريعا. غزل المحلة عامر في حراسة المرمى، أسامة النجار، عمرو الجزار، وأحمد فتحي ويحيى زكريا في الدفاع، موري توريه وبن شرقي وخالد الإخميمي في وسط الملعب، إبراهيم حسن اللي لعب للزمالك من قبله، وعبده يحيى ومحمد علي بن حمودة في الهجوم. نقول تشكيل نادي الزمالك واللي اختاره جوزيه جوميز، ولكن بعد السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بلادي لك حبي وفؤادي. نروح لتشكيلة الزمالك، محمد عواد في حراسة المرمى، عمر جابر، حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري واحمد فتوح في خط الدفاع، عبد الله السعيد ونبيل دونجا في وسط الملعب، واحمد زيز وايش ومصطفى شلبي تحت المهاجم الصريح ناصر منسي. الزمالك بيدخل هذا اللقاء بست نقاط بعد الفوز مرتين، مرة على نادي البنك الاهلي فوز صعب ب3-2، ومرة بفوز على سموحة 2-0، والمباراة الأخيرة ما قدرش يحقق الفوز بل تلقى أول هزيمة ليه هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي بهدف للا شيء. أما نادي غزل المحلة فبيدخل هذا اللقاء بالثلاث وحايد، مرة فوز مرة تعادل
ومرة هزيمة، اتعادل مع الاسماعيلي في بداية المشوار، ويوم ما سجل هدفين استقبل ثلاثة من طلائع الجيش وتلقى أول هزيمة، وفي آخر اللقاءات وبهدف عبده يحيى يقدر أنه يحرز أول ثلاث نقاط دفعة واحدة بأربع نقاط كاملة لصالح غزل المحلة. الفارق نقطتين، ولكن في بالمدرجات اللي قدامنا في أرض الملعب وباللعيبة والتحفيز الكبير سواء من جماهير الزمالك أو من جماهير غزل المحلة، نتمنى نشوف مباراة قوية تليق بدوري نايل والكرة المصرية. لحظات ونبدأ مع بعض ماتشنا النهاردة. كان فيه لقاءين، المصري قدر يحقق الفوز على بيراميدز في واحدة من أقوى مباريات هذا الأسبوع، وأيضا فاركو اللي بيحقق الفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف. هدف جديد لدوري نايل هذا الموسم، الدوري الاستثنائي، كنا بنسمع على اللقب او الدخول المربع الذهبي او الهروب من مثلث الخطورة، دلوقتي بقى فيه هدف جديد، هدف هو الوصول للتسعة الاوائل. خليني في التسعة الاوائل، دايما الفرق تقول لك خليني الدور الاول في التسعة الاوائل، تدوس بنزين من الاول، مفيش حد يستنى للدور الثاني للمباريات الاخيرة، دوس بنزين من الاول وعدي. وادي المباراة اللي من على الخطوط، الكابتن احمد مجدي ايضا موجود مع جوزيه جوميز المدير الفني لصالح نادي الزمالك. لحظات ونبدأ مع بعض لقائنا المرتقب. ايضا اندري بيكي الجالس الكاميروني الجالس بجوار جوزيه جوميز. نادي غزل المحلة بزيه السماوي على يمين المقصورة الرئيسية لاستاد غزل المحلة، ونادي زمالك بزي المعتاد الأبيض بخطين حمر على شمال المقصورة، وهو اللي معاه ضربة البداية. كرة تتحط على الأرض لكن مقطوعة فأول قطعة في المباراة. الأرقام كتيرة والتحليل كتير، لكن نستنى لما تيجي فرصة ونتكلم، لأن أرقام كتيرة في مباريات النهاردة في مباريات المحلة والزمالك. أول فاول، أول فاول لأحمد عبد الرحيم إيشو، الفوز للزمالك في اخر اللقاء ليه كان في لقاءات البطولة الافريقية الكونفدرالية، والفوز بهدفين على بلاك بولز في ضربة البداية في المجموعات في الجولة الاولى. الف سلامة يا ايشو، البداية حماسية ان شاء الله يكون سليم، تعويرة بسيطة يقوم ان شاء الله ويكمل بهدوء. محمود بسيوني لعيبة الزمالك بتتكلم معاه، دكتور محمد اسامة نزل للاطمئنان على ايشو. الف سلامة ايشو، احتياطي نادي الزمالك النهاردة محمود الشناوي على مستوى حراسة المرمى، الونش وزياد كمال وحسام اشرف وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري مع احمد محمود ومحمود بنتايك وعمر فرج، ده احتياطي نادي الزمالك. اما احتياطي نادي غزل المحلة فاحمد النفراوي، يوسف حسن، محمد جابر، محمد حمدي زكي، محمد اشرف، عصام وعبد الرحيم عموري وحميدو مع عبد الرحمن صنيدة. قام ايشو ان شاء الله بسيطة، الف سلامة يا ايشو. ادي اللقطة والكرة اللي عليت على رجله قوي قوي اللاعب يحيى زكريا الظهير الايسر اللي كان عمل مباراة جيدة امام الاسماعيلي في افتتاحية لقاءات غزل المحلة. يرجع للتشكيلة على اسفل الحذاء كده لحد وجه ايشو، هيرجع للفار، هيرجع للفار، الحماس من اول دقيقة ولا ايه؟ الفار ليه اربع حالات، الهدف وتحديد الهوية او ضربة الجزاء، ودول الثلاث حالات اللي مش في حالتنا تماما. دي كرة في نص الملعب، الحالة الرابعة هي الطرد، الحالة الرابعة هي الطرد. محمود بسيوني، محمد الشناوي مع محمود ابو الرجال قالوا له يا كابتن بسيوني تعال وشوفها وخد قرارك، تعال وشوفها وخد قرارك، البداية حماسية جدا لهذا اللقاء. توقعنا نشوف الفار في نص الشوط الاول، في نهاية الشوط الاول، في الشوط الثاني لما اللعب يسخن كده من البداية، لكن ده سخن من اول دقيقة، لكن اللعب سخن من اول دقيقة والكل مركز من اول دقيقة. بسيوني هياخد القرار ويرجع مرة تانية، رافع رجله، رافع رجله، لكن تستحق الطرد ولا لا؟ ده قرار بسيوني. بسيوني قال الفار بيبص على يحيى زكريا، فين يحيى زكريا؟ فين يحيى زكريا؟ طرد، طرد من اول دقيقة، طرد مش ممكن ليحيى زكريا من اول دقيقة، يحيى زكريا بيتعرض للطرد. الظهير الايسر لغزل المحلة، وكأن المحلة هيبدأ اللقاء بعشر لاعبين، كأن المحلة هيبدأ اللقاء بعشر لاعبين، ما عملش حسابه، ما عملش حسابه احمد عيد عبد الملك، ما عملش حسابه على اللقطة دي تماما. تخيل لقاء تواجه فيه الزمالك
وتكون في بداية اللقاء كده مطرود منك واحد، وواحد بيعتمد عليه، بيعتمد على الاطراف بشكل كبير، اكيد هيغير الطريق. هادي الكابتن احمد عيد عبد الملك رايح يتكلم مع بسيوني احتياطي نادي غزل المحلة، قايم هما بيتكلموا طبعا مع بسيوني بيقولوا له لا ما تستحقش الطرد. و ادي احمد عيد عبد الملك بيقول له ما تزقنيش يا كابتن. ادي اللقطة، كلام طبعا لعيبة او الجهاز الفني لصالح غزل المحلة بيتكلموا، شايفين وشفنا اللقطة انا بيتكلموا مع الكابتن محمود بسيوني انها لا تستحق الطرد. هنشوف بسيوني هياخد القرار بايه. البداية لسه ما ابتديناش الماتش، 4 دقايق واحنا لسه ما بدأناش الماتش، وغزل المحلة يطرد منها لاعب، وادي انذار للكابتن احمد عيد عبد الملك. انذار للكابتن احمد عيد عبد الملك، طرد هيدي دفعة معنوية لصالح لعيبة الزمالك. ادي ايشو برأسية يلعبها لعمر جابر، عايز يرجعها لصاحب القدم اليسرى مرة تانية اللي موجود في الطرف اليمين، ترجع لصالح نادي الزمالك. بكعب رجله عايز يلعبها دونجا، انما مردوده مره تانية لصالح غزل المحله. موري توري يبحث عن عبده يحيى، يمشي بالكره كتير، اتاخر في التمرير لكن يلعبها ناحيه اليمين عند اللاعب اسامه النجار. اسامه عايز يعدي، اسامه عايز يعمل مشوار، اسامه يعدي بشكل رائع، عايز يلعب العرضيه، هل يكسب ركنيه؟ هل تطلع بره؟ لسه لعب العرضيه، لكن اي كلام توصل عند نبيل دونجا. ترجع لنبيل دونجا، هجمه لصالح نادي الزمالك عند ناصر منسي، تمريره ارضيه، الحماس ايضا يدب في لاعبي نادي غزل المحله، لان محتاج دلوقتي كل لاعب مش يلعب 100%، لا يلعب 120%، يلعب 120% مش فقط 100%. تاني كره من ناحيه شمال فتوح، 5 دقايق عدوا، لعبنا يا دوب دقيقه او دقيقتين. ارجع واقول لحضرتك كل لسه بيتابعنا، اللي لسه بيفتح اللقاء، اقول لك المحله اطرد منه لاعب في اول دقيقه، في اول دقيقه هو اطرد في الدقيقه الثالثه، لكن من لعبه في اول دقيقه. زيزو في نص الملعب لدونجا، يغير اللعب ناحيه شمال، تمريره من فتوح للي مكمل من ورا لقدام حسام عبد المجيد. النهارده حسام عبد المجيد مع مصطفى الزناري، 2 في قلب الدفاع. كره من الطرف الشمال، فرصه العرضيه من مصطفى الشلبي، يلم ويرقص، فرصه مره ثانيه، ادي العرضيه لكن الراسيه موجوده من واحد من المتالقين مع نادي غزل المحله في الثلاث مباريات، هو اللاعب عمرو الجزار، وفي فاول لصالح غزل المحله. دلوقتي لعيبه المحله هتحاول تعمل ايه؟ هتحاول في كل كوره تاخد فاول تضغط على حكم اللقاء يبقى في انذار، يمكن لما تصفر تحمر وتتساوى الكفة في عدد اللاعبين. ده اللي ممكن يحاول يعمله لعيبة غزل المحلة، مش غزل المحلة بس، ده أي فريق بيطرد منه لاعب في أي مباراة بيحاول يرد الطرد بطرد الناحية التانية. أحمد فتحي كاستيلو هيلعب الكرة الثابتة لصالح نادي غزل المحلة. أدي محمد علي بن حمودة اللي سجل هدفين امام نادي طلع الجيش على هذا الملعب، ولكن ما قدرش المحله بالهدفين دول يحصل على الاقل بنقطه، لانه اتغلب 3-2 من طلع الجيش اللي فاز هذا الاسبوع على نادي الاتحاد السكندري في اول هزيمه لسيدي البلد. احمد فتوح استلام من ناحيه شمال، فتوح لحسام عبد المجيد يحطها على الارض للزناري، مرة تانية في نص الملعب دونجا لعمر جابر، تدخل من عبده يحيى، آخر لاعب مسجل لصالح غزل المحلة. هم 2 لعيبة، بن حمودة يسجل هدفين وعبده يحيى مسجل هدف، لكن هدف عبده يحيى ب3 نقاط كانوا قدام الجونة. ترجع كرة للزمالك ناحية شمال، مصطفى شلبي، شلبي يقرب له عبد الله السعيد، استلم من عبد الله، تمريرة لزيزو، اختراق وسط 3 لزيزو، لكن العرقلة من موري توري والفاول لصالح نادي الزمالك. لعب على القدم الثابتة موري توري في اللقطة اللي فاتت، عرقلة في القدم اليسرى لزيزو، قريب بسيوني ويدي الفاول لصالح نادي الزمالك. ادي الافواري، ادي التدخل على القدم الثابتة لزيزو من موري توري، هل فيها عرقلة ولا لا؟ القرار لصالح بسيوني، هي رجله اتزحلقت موري توري، لكن هل داس على وش رجل زيزو ولا لا؟ القرار لبسيوني. ومصطفى شلبي على التنفيذ، عامر واقف في المرمى، هيعمل ايه احمد عيد عبد الملك والجهاز الفني لصالح غزل المحله بعد الطرد؟ يقلب الطريقه ولا التصرف هيكون ايه؟ فاول عبد الله السعيد، يلعب الكره الثابته العرضيه، مش ممكن، ناصر منسي لسه خطيره تترد، فرصه ثالثه ويشو يسدد، ولكن بره الثلاث خشبات.
بره الثلاث خشبات، وعامر عامر يقع على الارض. تضيع فرصة هدف محقق. عبد الله السعيد لعبها بالماسورة، لعبها بالمسطرة عند ناصر منسي. بص الكورة، ادي ناصر منسي، فيها اوفسايد ولا ما فيهاش؟ ده قرار اللاين مان، يحط بطن رجله وكأنه بيشتتها. مصطفى شلبي الثانية، الثالثة من ايشو بسن الجزمة، ولا كان الزناري مش مصطفى شلبي، يحطها بسن الجزمة تمر بجوار القائم وتضيع فرصة هدف أول لصالح نادي الزمالك. أحمد عبد الرحيم ايشو يسدد أول تسديد على المرمى، وهذه الإصابة الثانية. أدي الكابتن شريف سالم محلل الأداء في الجهاز الفني لصالح غزل المحلة مع صاحب القميص 26 حميدو، والكابتن عبد السلام نجاح أيضا تعليمات نهائية قبل النزول لأرض الملعب. حميدو هيستعين به الكابتن أحمد عيد عبد الملك، وعشان كده عامر عامر بيقع على الأرض، ياخد دقيقتين ثلاثة علشان ينزل حميدو ويبتدي لعيبة المحلة بلغة الكورة يبتدي يلم نفسه في أرض الملعب. تبديل، هيطلع إبراهيم حسن، هيستغنى عن واحد من الأعمدة الأساسية في التلت الهجومي، صاحب القدم اليسرى اللي لسه ما قلناش اسمه في أرض الملعب. ده أنا لسه ما قلتش إبراهيم حسن، قلته في التشكيل بس، أنا قلته في التشكيل بس. طبعا زعلان، أكيد زعلان، أكيد زعلان، لكن حصلت كتير، حصلت كتير نتيجة حالات الطرد، نتيجة حالات الطرد. وادي بياخد تحية من الجماهير اللي موجودة في ملعب اللقاء، وادي الكابتن أحمد عيد عبد الملك. طبعا متفهم إبراهيم حسن، لعيبة كتير اتعرضت للموقف ده، لكن يغير في تشكيلة الفريق يلعب كده. ممكن الكابتن أحمد عيد عبد الملك 4-4-1، خلينا نشوف ولا هيلعبها ازاي، نشوف ترتيبة الملعب 4-2-3، ده اللي باين قدامنا 4-2-3 او 4-3-2. ادي الكرة الامامية عند زيزو، الكنترول يفرق، يا ولد يا ولد يا ولد يا زيزو، يحاول يعدي من وسط اتنين انما مقطوعة، تترد تاني لصالح نادي الزمالك على الارض. الدونجا ترجع ناحية شمال، تمريرة على الارض، الطرف الشمال اللي بيعتمد عليه الزمالك منذ بداية اللقاء. ادي زيزو يعدي بستارت عالي قوي، زيزو والعرضية، لكن اسامة الجزار ترجع تاني، لسه زملكاوية. عبد الله السعيد يلعبها للي جاي من ورا لقدام بالقدم اليسرى، فتوح بتلعب عند ايشو، ايشو مزعج، ايشو مزعج. وادي موري توريزو حكم اللقاء في سكته يقول له حاسب يا كابتن، حاسب يا كابتن، الضغط علينا عالي، الموج علينا عالي. ويقع لاعب تاني من غزل المحلة، ايه الحكاية؟ خالد الاخميمي كابتن الفريق، خالد الاخميمي يتصاب ويقع على الارض. ادي خالد الاخميمي، هنشوف الكرة اللي اتصاب فيها، تدخل كان من زميله محمد بن شرقي في الفريق، انما اعتقد مش ما فيهاش حاجة، تدخل مش قوي قوي. وخالد الاخميمي واحد من اصحاب الخبرات في غزل المحلة ومن الاعمدة الاساسية، قلت لكم ما فيهاش حاجة. ينزل الجهاز الطبي لصالح نادي غزل المحلة، وادي الكابتن احمد عيد عبد الملك، مسيرة ناجحة مع نادي غزل المحلة والصعود للممتاز، وبداية قوية بأربع نقاط من أول ثلاث ماتشات، ولكن الماتش الرابع صعب وتصعب أكتر من أول دقيقة. بس يوني يستأنف اللعب مرة تانية بكرة مع نادي الزمالك، ايشو يحطها الفتوح اللي بيضم، بص فتوح بيضم جوه دايرة السنتر ازاي، وبيفتح الملعب تماما لمصطفى شلبي، وزيزو اللي بيقرب له بيبقى دايما تحت مصطفى شلبي. تتلعب الكرة العرضية عند ناصر، ناصر برأسية يلعبها حميدو، ترجع لدونجا ناحية اليمين لعمر جابر، السهل على طول على الارض لايشو، عايز يلعب العرضية، لكن دفاع غزل المحلة، دفاع غزل المحلة ببلوك، وضربة ركنية زملكاوية، ضربة ركنية زملكاوية من ناحية اليمين، والضغط العالي، الضغط يولد اخطاء. عمر جابر، بص الكرة السهلة اللي بيلعبها عمر جابر لايشو، وعلى طول يلعب العرضية بدون أي فلسفة، وصل الفريق إنه يحصل على ضربة ركنية، وممكن من الكور الثابتة يكون في هدف أول في اللقاء. كرة من ناحية اليمين، زيزو على التنفيذ، يطلع ناصر منسي مع حسام عبد المجيد والزناري، تتلعب الكرة العرضية، لكن الرأسية من بن حمودة، عمر جابر يرجعها لزيزو في المساحة في الطرف اليمين، زيزو مرة تانية العرضية في منتهى الخطورة، لكن أسامة الجزار هياخدها على الطاير، شوطة لكن فين؟ شوطة ضعيفة، تترد لصالح نادي الزمالك، تتقطع بس من المحلة بلمسة أو لمستين، تترد زملكاوية مرة تانية. آدي العرضية والرأسية محلوية، فتوح
يلعبها لعبد الله السعيد، عبد الله هيستنى شلبي، يلعبها لشلبي اللي بشماله على طول، يلعب الكره العرضيه ياخدها ايشو، يحط جسمه بشكل رائع وعايز يردها، ما تلاقيش غير حميدو، حميدو يلعبها لمحمد بن شرقي اللي عايز ياخد مشوار كده، لكن تتقطع من حسام عبد المجيد وتطلع الكوره رمي التماس لصالح نادي غزل المحله. ربع ساعه عباره عن طرد، اصابات، تبديل ومحاولات لنادي الزمالك، محاولات لنادي الزمالك، 13 هدف حتى الآن هذا الأسبوع، حيث الأهداف ده الأقل حتى الآن. الأسبوع الثاني كان فيه 15 هدف، الأسبوع الثالث 16 هدف، الأسبوع الرابع اللعيبة بخيلة شوية، غير الأسبوع الأول 21 هدف. إحنا من 8 مباريات هذا الأسبوع 13 هدف فقط. كرة لعمر جابر ناحية اليمين، يتحرك زيزو، تتلعب له في المساحة، خطيرة للزمالك، خطيرة للزمالك، وزيزو عايز يلعبها لكن التاكلينج، التاكلينج من موريتوري، وتطلع الكرة ضربة ركنية تانية لصالح نادي الزمالك. مفيش حد قاعد في الملعب، بص حضراتكم المدرجات، مفيش حد قاعد، الكل على أعصابه والكل في حماس اللاعبين. زيزو هيلعب الكرة العرضية، كلاكيت تاني مرة لصالح نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو يلعبها على الأرض المرة دي حلوة، تسديدة قوية لكن بلوكات المحلة، مش أبراج المحلة بقى، لا دي بلوكات المحلة النهاردة. أحمد عيد عبد الملك عامل بلوكات على حدود ال 18 في الطرف الشمال، مرور من عبد الله السعيد مرة تانية، تتلعب لفتوح يتلخبط، محمد بن شرقي يخطفها، هجمة مرتدة لصالح نادي غزل المحلة، المحلة موجود في ملعب اللقاء، يطلبها عبده يحيى لكن يلعبها في المساحة عند خالد الإخميمي، أطول من اللازم، ما يلحقهاش غير عمر جابر اللي عمل ارتداد سريع ناحية الباك اليمين، تعمل البند، دونجا يحطها على الأرض، يستلم دونجا لفتوح، يطلبها زيزو في الطرف اليمين، لكن الزمالك مركز في الجبهه اليسرى، مركز عنده مصطفى شلبي، بيلعب على اللاعب اسامه النجار، ادي العرضيه، ما تلاقيش غير محمد بن شرقي، والتشتيت بالقدم اليمنى عند عبده يحيى، عبده يحيى وعبد الله، عبد الله وعبده، لكن يرجعها مصطفى شلبي لفتوح، ثنائيات جوزيه جوميز في الطرف الشمال، فتوح ومصطفى شلبي، ناحيه اليمين عمر جابر وزيزو اللي بيروح كمان في الطرف الشمال، لكن لما زيزو بيروح في الطرف الشمال ايشو هو اللي بيتحرك ويروح في الطرف اليمين، زيزو يضم لجوه، حرك له عمر جابر لكن بكعب رجله يرجعها لدونجا، مره ثانيه عمر جابر، ايشو يتحرك له، كلاكيت برضه ثاني مره، جمله مكرره وايشو ياخدها لكن تطلع منه ضربه مرمى لصالح نادي غزل المحله. بدايه هذا الاسبوع سيراميكا كليوباترا يفوز بالاربعه، اكثر فريق يسجل هذا الاسبوع أربع أهداف مقابل هدف أمام مودرن سبورت، وشفنا أول هاتريك في دوري نايل مع زلاكا، وإن كان سجل إسلام عيسى أيضا هدف رابع لصالح سيراميكا كليوباترا. زد اف سي حقق أول فوز، بل يسجل أول هدف، كان هدف رائع لعبد الرحمن البنوبي، وأيضا زيكو كان سجل الهدف الثاني، فوز نادي زد على حرس الحدود، وطلع الجيش يفوز على الاتحاد السكندري بهدف لرجب عمر. ده أول يوم من الأسبوع الرابع، أول ثلاث ماتشات متعودين هذا الموسم 3-3-3، عشان ثلاث ماتشات أول يوم، ثلاث ماتشات ثاني يوم، وثلاث ماتشات النهارده ثالث يوم، وده مسك الختام للأسبوع الرابع المحلة والزمالك. عواد يمسك كورته يسلمها لحسام عبد المجيد، حسام لوحده يسلم لفتوح، فتوح بيقوم بدور دونجا اللي كان بيقوم بيه في المباريات اللي فاتت للزمالك، ان هو يقع وسط الاثنين سرد باكات ويساعد في تحضير الهجمه الزملكاويه. حسام عبد المجيد، فتوح، دونجا معاه ناحيه اليمين لكن يغير اللعب عند زيزو، زيزو ايشو وعمر جابر معاه لكن يختار الحل الفردي بكعب رجله لعمر جابر اللي بيضم لجوه، عمر، عمر يستنى، فتوح عايز يغير اللعب، توصل عبد الله السعيد، يا ولد يا ولد يا ولد لنصر، يا ولد احلى من جول الاسيست، احلى من جول الاسيست، اسمع مني، عبد الله السعيد اسيست يرقص كل حد، يرقص واحد واحد في الملعب، رقصني انا وانا قاعد، عبد الله السعيد اسيست من نار لناصر منسي اللي بيلعبها من فوق عامر عامر، وهدف اول للزملكاويه، 1-0
1-0 الموال من اوله حلو. ادي عمر جابر، اتفرج بقى على عبد الله السعيد، بص دي، بص الاسيست يا ولد يا ولد يا ولد، وسط اربعه لعيبه وبشماله يسجل ناصر منسي هدف اول. الحكايه كلها في الاسيست، التمريره حلوه من عمر جابر، فتوح لعبها لعبد الله السعيد، لكن الاسيست يا جماعه ده اجمل اسيست في الموسم، مش اجمل اسيست في الاسبوع، ده اجمل اسيست في الموسم. ينافس يا سيدي، ينافس على اجمل اسيست في الموسم. حلوه يا عبد الله، حلوه يا عبد الله، يا ولد يا ولد يا ولد. وناصر منسي برضه، وناصر منسي لعبها حلوه قوي من فوق عامر عامر، لكن اللي خد السكسي كله، اللي خد اللقطه كلها عبد الله السعيد في الاسيست. 1-0 ناصر منسي يسجل لصالح نادي الزمالك. الزمالك اللي سجل هدفين، ثلاث اهداف امام نادي البنك الاهلي وهدفين قدام سموحه، ده هدفه السادس هذا الموسم، والهدف لصالح ناصر منسي. سجل امام البنك الاهلي من راسيه، وكان سجل هدف نتيجه الخطا من الهاني سليمان امام سموحه، سجل هدف براسيه امام البنك الاهلي، هدف بالقدم اليمنى قدام سموحه، وادي هدف بالقدم اليسرى لناصر منسي، ثالث اهدافه هذا الموسم. كره لمصطفى شلبي، الزمالك دايس بنزين، الزمالك دايس بنزين، شلبي شلبي تطول منه، يقع جوه ال 18 لكن تترد عند كاستيلو، الهجمه المرتده ممكن المحله يعود، احمد كاستيلو يا ولد يرقص بشكل رائع، لكن لازم يلعب بسرعه، خلاص ده في نقص عدد، لازم يخلص الكره بسرعه تتلعب في المساحه، مغطي الجزار عند ناصر منسي، ناصر ناصر يحطها لمصطفى شلبي من لمسه واحده عند ايشو، ايشو بيطلبها عمر جابر لكن يسدد تسديده قويه، لكن عامر 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 بيقول له مش اوف سايد يا كابتن، بيكلم المساعد الاول سمير جمال في هذا اللقاء على الكره انها اوف سايد على ناصر منسي، بيقول له لا مش اوف سايد، اهي هي اللقطه، بيقول له مش اوف سايد يا كابتن، قال له لا مش اوف سايد يا عامر. عبده يحيى ما يقدرش انه يلعب راسيه، فتوح على الارض للزناري، بدايه هجمه لصالح نادي الزمالك، امتلاك للكوره بشكل كبير لصالح نادي الزمالك، وان كان في اللقاءات الثلاثه اللي فاتوا في ارقام ايجابيه للزمالك وفي ارقام ايجابيه لصالح غزل المحل، لكن لما تيجي فرصه اقولها لحضراتكم، لكن الكفه مش متساويه، الكفه مش متساويه نتيجه الطرد محمد علي بن حموده، المسافات في التلت الهجومي او لما المحله بيبدا يمسك كوره يبتدي يهاجم، المسافات كبيره قوي ما بين اللاعب والتاني بقميص نادي غزل المحل، لكن عكس الزمالك بيلاقوا بعض بشكل كويس، اللعيب عنده اوبشن واثنين انه يعمل التمريره. ادي عمر جابر ليشو في المساحه، عمر جابر يعدي، عمر جابر يلعب الكره العرضيه تخبط وتعدي، وادي الراسيه، لا 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 لا، ناصر منسي يسجل الهدف الثاني، الكره بتحب الزمالك، الكره تخبط وتتصلح لناصر منسي اللي بيحطها براسيه في المقص، الكل رايح لعمر جابر. دي مباراه الاسيستات يا جماعه، دي مباراه الاسيستات، عرضيه من عمر جابر تخبط ولكن تخبط وتروح لصالح الزمالك، تخبط وتروح لناصر منسي ويسجل هدف. بص الكوره لايشو، ايشو يردها لعمر جابر، الاثنين دول بيلعبوا السهل، الاثنين دول ما بيصعبوهاش على نفسهم، تتلعب الكره العرضيه هو لعبها ناحيه عبد الله، تخبط وعايزه ناصر، هي عايزه ناصر، اهو بص حضراتكم بيلعب الكره العرضيه ناحيه عبد الله السعيد، تخبط وتروح لناصر منسي اللي بيركنها ركنه معلم في المقص الشمال، وهدف ثاني لصالح نادي الزمالك. 2-0 2-0 في تلت ساعة أو في نص الشوط الأول، حضر والكرة جاية له وعرف يركنها، لكن الكل راح لعمر جابر زي ما عبد الله السعيد عمل الأسيست الرائع في الهدف الأول، الكل في الهدف الثاني رايح لعمر جابر. كرة لصالح غزل المحلة تتلعب من نص الملعب، يقطع مشوار لكن وبعدين رايح فين؟ محمد بن شرقي يمشي ويعمل مشوار ما يلاقيش حد، فتوصل الكرة لمحمد عواد يلعب الكرة العالية مرة تانية، ثنائية ناصر منسي، ادي خالد الاخميمي يا ولد يرقص بطريقة حلوة قوي، خالد الاخميمي، خالد يلعب الكرة العالية عند عبده يحيى لكن مش لحد، لازم لعيبة المحلة تركز في الباص، تركز في الباص ويعملوا مجهود أكبر من كده في الظهور لبعض، في الظهور والتحرك كمان، لان لو في فرصه نادي غزل المحله عايز يوصل لمرمى محمد عواد لازم 7 تسديدات مقابل لا شيء، الارقام بتتكلم عن نفسها، اي ارقام تانية الواحد محضرها ولا كان عايز يقولها لما الكفه تكون متساويه، يعني على سبيل المثال العرضيات، في العرضيات المحله
عامل 61 عرضية في الماتشات اللي فاتت، 61 عرضية في 3 ماتشات، يعني 20 عرضية في ماتش واحد مقابل 37 للزمالك. شوف الأرقام بقى النهاردة مختلفة تماما. شلبي 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 يلعبها على الأرض لعبد الله السعيد، عبد الله مرة تانية لزيزو، هيفتح اللعب لشلبي ولا في أوف سايد؟ في أوف سايد أعتقد على شلبي من الأول. سمير جمال بيقول له الأوف سايد على مصطفى شلبي من الأول مش على زيزو أعتقد. خلينا نشوفها، هي هنا على شلبي. ادي اللقطة قبل ما زيزو يتحرك، قبل ما ترجع كرة لعبد الله السعيد بيقول له من الأول، وادي النرفزة في أرض الملعب. أسامة النجار تتلعب الكرة العالية مردودة، النجار أسامة على الأرض لعبد يحيى، حلوة المرة دي. عبده المحطة يقف بشكل رائع على الكرة، عبده تتلعب لبن شرقي، تمريرات لأسامة النجار، يغير اللعب ناحية شمال عند الجزار أسامة، عمرو الجزار، عمرو يرجع لعامر، عامر عامر يلعب الكرة الطولية، محمد علي بن حمودة أعلى يوصل للكرة لكن ما يسلمهاش مظبوط للاعب حميدو فتاو. عمر جابر يغير اللعب ناحية الشمال عند مصطفى شلبي، يهدي شوية الزمالك، داس بنزين في واحدة جاب جول، كمل دوس بنزين وما داسش فرامل جاب جول تاني. لعيبة ما تقدرش تلعب على الريتم العالي ده 45 دقيقة، يهدى شوية سواء لعيبة الزمالك أو المحلة وبعد كده تبتدي تاني، لكن لعيبة المحلة لازم تبذل مجهود أكبر من كده. عمر جابر لإيشو على الأرض لزيزو، دونجا سهلوا الماتش على نفسهم، فتوح لعيبة الزمالك طبعا توصل عند حسام عبد المجيد، حسام يسلمها لدونجا على الارض لعمر جابر، يتحرك له زيزو، عمر زيزو لدونجا، كم تمريره؟ اكتر من 10 تمريرات لصالح نادي الزمالك، ال11 لزيزو، زيزو معاه ايشو لكن يضم لجوه، يسدد تسديده قويه بالقدم اليسرى لكن على طول عامر، عامر من مره واحده، عامر عامر لسان حاله يقول لك هلحقها منين ولا منين. ايشو بسن الجزمة بجوار القايم في اول لقطة، بعد كده ناصر منسي في لقطتين بهدفين، تسديدة من مصطفى شلبي ومسكها، تسديدة من زيزو وايضا مسكها. تنوع عند نادي الزمالك في العناصر اللي تقدر تعمل له الفرق سواء على مستوى التمريرات الحاسمة الاسيستات او على مستوى الفينش، والمتكلف بها حتى الان هو ناصر منسي. فتوح لدونجا، جبهة اليمنى، اشتغلت الجبهة اليمنى زي الجبهة اليسرى بالظبط. عمر جابر تحرك له ايشو مرة تانية، ايشو يدخل معهم دونجا في اللعبة، دونجا يتحرك، عمر جابر ياخد الاسبرنت يعدي ويلعب الكرة العرضية، ناصر منسي برأسية لكن لسه خطيرة، يطلع عامر، عامر ويمسك كورته بثبات، يمسك كورته بثبات. عمر جابر وايشو في الجبهة اليمين لصالح نادي الزمالك بيعملوا اللي هم عايزينه، بيعملوا اللي هم عايزينه. ادي التمرير اللي بقول لحضراتكم عليه، لازم يكون في دقه شويه من لعيبه المحله. الاخميمي بيطلبها عبده يحيى، تتلعب ورا احمد فتوح لكن اطول من اللازم، ما تلاقيش غير محمد عواد. تاني على الارض الزناري يسلمها لدونجا، باستثناء اول خمس دقائق المباراه ما وقفتش، اول خمس دقائق في الطرد في حاله الفار في التبديل واصابه عامر عامر والاخميمي، بعد كده المباراه ما شاء الله الريتم عالي. تتلعب ناحيه شمال، ادي شلبي، شلبي التنوع للزمالك مره من اليمين ومره من الشمال، شلبي لعبد الله السعيد، عبد الله يرجعها لمصطفى، مصطفى شلبي واحد على واحد ممكن يعدي يثبت ويعدي ويلعب الكره العرضيه، لكن يا ولد على الثقه، يا ولد يا ولد عمرو الجزار، اي ثقه يا عمرو، اي ثقه بصدره على طول يريحها لعامر عامر، ده تفاهم وثقه كبيره ما بين الاثنين، ما بين الاثنين. ترجع الكوره عند محمد عواد على طول على الارض، يلعبها لمصطفى الزناري، عمر جابر يلعب الكرة العالية عند زيزو بتشيب، ولكن كاستيلو يسيبها علشان عامر عامر يقدر يمسكها بثبات. حارس مرمى غزل المحلة وواحد من اصحاب الخبرات الكبيرة في ارض الملعب طبعا الحارس عامر عامر صاحب ال 37 عام ما شاء الله، القادم من نادي المقاولون العرب. عامر عامر
ترجع لصالح نادي الزمالك. ناحية اليمين الكابتن عمر جابر لإيشو، يضم لجوه إيشو، سن الجزمة يلعبها لمين؟ لمحمد علي بن حمودة. هنا الهجمة المرتدة لصالح غزل المحلة، توصل عند عبده يحيى، لازم الارتداد يكون أسرع من كده لصالح نادي غزل المحلة، والتمرير في دقة أكبر. أسامة النجارة، لكن التاكلينج من فتوح يطلعها بره الملعب، رمي التماس محلوية، رمي التماس. داخلين على آخر ربع ساعة في الشوط الأول، 30 دقيقة زملكاوية، 30 دقيقة للزمالك أداء ونتيجة. أسامة النجار لكاستيلو، أحمد فتحي، فتحي خد وقت طويل قوي في التفكير، يلعب الباص وصلها لموريتوري، موريتوري ناحية شمال موجود فتاوي، يسدد التسديدة حلوة، وادي محمد عواد بإيده تطلع فوق العرض، أول تسديدة لصالح غزل المحلة، تقوم المدرجات يا ولد يا ولد يا ولد. الإفواري يعزم، الإفواري يسدد، ولكن محمد عواد في المرمى، محمد عواد في المرمى. بص التسديده، بص التسديده القويه وسط هنا فرجه من لاعيبه نادي الزمالك، سواء على كاستيلو اللي بدا الباص، وبعد كده لما استلم الراجل موريتوري سابوه يعدي ويفوت وياخد القرار، وكمان فوق كل ده يسدد، ولكن محمد عواد على طول يحط ايده وتطلع الكره من فوق العارضه. سقوط تاني للاعبي نادي الزمالك، مين اللي وقع، دونجا ولا مين؟ خلينا نشوف، ادي اللقطة وادي التسديدة قوية. بصوا حضراتكم هي خدمت عواد، ممكن كرة زي دي كتف دونجا، الف سلامة يا دونجا، الف سلامة، خدمت عواد ان الكرة طلعت فوق العرض. في كرة ممكن تبقى زي دي لو عواد متقدم شوية تطلع لفوق وتنزل في الشبكة، ولكن عواد تمركزه رائع واداؤه رائع ورد فعله كمان رائع للتسديدة حلوة قوي من موريتوري. ضربة ركنية اعتقد الاولى لغزل المحل، بالفعل فريق الاعداد بيرد علي على طول، في ماتش ما بين كابينة التعليق وفريق الاعداد. كرة العرضية لصالح غزل المحل على القائم الاول، تترد من مصطفى شلبي، ما تلاقيش غير صاحب التسديدة موريتوري، يرجع لورا تماما رغم ارتداد الزمالك بالكامل، ال11 لاعب كانوا راجعين علشان يحافظوا على الكلين شيت. امامية الكرة عند حميدو، مرة تانية موريتوري، موريتوري حط جسمه بشكل رائع، يحاول يعدي بقوته وبمهارته كمان، يسلمها لعبده يحيى، عبده تطول منه الكرة بدون عنوان، ترجع لصالح نادي الزمالك مرة تانية عند دونجا، يغير اللعب ناحية اليمين عند عمر جابر، خلاص مفتاح، مفتاح السحر، مفتاح السحر عمر جابر على الأرض لدونجا، يغير اللعب ناحية شمال عند مصطفى شلبي، أطول من اللازم، لا مش أطول من اللازم، مصطفى شلبي يلحقها مع أسامة النجار، مشهد اتكرر كتير قوي في هذا اللقاء. يرجع لورا عند فتوح على الأرض لعبدالله السعيد، يستلم معاه كان حكم اللقاء في اللقطة اللي فاتت شلبي، شلبي يلعبها من وسط اتنين، أطول من اللازم، ما تلاقيش غير الحارس عامر عامر، عامر عامر. ثلاث ماتشات حافظ على الكلين شيت في ماتشين، الماتشين هيفضلوا زي ما هم يا عامر، هيفضلوا زي ما هم. حارس اللي لعب لانديه كتير في الدوري المصري عامر عامر، تاج الحربي، سيراميكا كليوباترا، الجونه، انبي، المقاولين، اكتر الانديه اللي حرس مرماها الانتاج الحربي. عمر جابر يلعبها، يرجعها لورا لزيزو، زيزو عايز يلعبها على الارض، وان تو ما بينه وما بين ايشو، لكن يقراها موريتوري من انشط لاعبي غزل المحله، تتقطع بهجمه مرتده، ما جريش علي بن حموده وما توصلش لعبده يحيى اللي يوصل لها دونجا ويرجع الاستحواذ للزمالك مره ثانيه. حسام عبد المجيد، حسام يمشي على الارض، حسام عبد المجيد يسلم لفتوح بهدوء، لان مفيش ضغط عالي عاملينه لعيبه غزل المحله، لان لو عمل ضغط عالي هيبقى في مساحات في نص ملعبه، مقفل المساحات احمد عيد عبد الملك بالعشرة لعيبه اللي موجوده في ارض الملعب. دونجا، عمر جابر لدونجا مره تانية، تدوير اللعب يمين وشمال، فتوح يحاول من العمق، بيلعبوا بأريحية كبيرة لعيبة نادي الزمالك، دونجا من وسط اتنين يلعبها لزيزو، وان تو ما بينه وما بين عبد الله، زيزو، زيزو يلعب البينية، أطول من اللازم، أطول من اللازم. بص عمر جابر جناح يمين النهارده مش باك يمين،
ده جناح يمين النهارده عمر جابر، لان دونجا هو اللي بيغطي وراه وسايبه يلعب في التلت الهجومي فقط عمر جابر، خاصة وان الطرد كان من نصيب الباك الشمال لصالح غزل المحلة يحيى زكريا. 1-2 موريتوري يلعب الكرة الطولية، ادي الكرة اللي بقول لحضراتكم عليها بدون عنوان، ادي محمد علي بن حمودة بيقول له بص علي بص علي بتحرك فين واعمل لي الكرة، هو بيكررها له مرة تانية، التونسي صاحب 26 عام محمد علي بن حمودة بيتكلم مع البديل حميدو، كرة من ناحية شمال مصطفى شلبي طلعت، طلعت بقرار من المساعد الثاني في هذا اللقاء خالد حسين، مصطفى شلبي بيقول له ما طلعتش يا كابتن، هنشوفها هل طلعت بكامل محيطها ولا لا، هو القرار مش لينا، القرار للمساعد الثاني، والصفارة كانت لبسيوني حكم اللقاء، ورمية التماس لصالح غزل المحلة، تتلعب رمية التماس لكن ترجع الكرة زملكاوية، دونجا حسام حسام عبد المجيد على الارض مره تانية، كان محله تعرض لطرد ايضا في لقاء الاسماعيلي في اول لقاء، كان عموري اطرد في هذا اللقاء امام الاسماعيلي في اللقاء اللي انتهى 0-0، مصطفى شلبي هو والنجار لزيزو، عبد الله يرجع لزيزو يسلمها لدونجا مع عمر جابر في اليمين ومصطفى شلبي في الشمال، جوزيه جوميز عامل ستريتشنج للملعب بشكل رائع يصعب المهمة اكتر واكتر على دفاع المحلة لما يكون فاتح الملعب بالشكل ده، بص حضراتكم عمر جابر عقبال ما لعيبة المحلة تروح تغطي وتقفل في الجبهة اليسرى للمحلة تلاقي الكرة عند مصطفى شلبي وبيلعب عرضية، ده بيرقص كمان يدخل جوه 18 وادي العرضية، لكن تلاقي عامر عامر تلاقي عامر عامر مهارة عالية من مصطفى شلبي، لكن اجمل لقطتين في المباراه الاسيستين، الاسيست الاول الاسيست الاول يكسب، الاسيست الثاني عرضيه من عمر جابر وكانت مؤثره بهدف ثاني، ولمستين لناصر منسي واحده بالشمال واحده براسيه، لكن كلكم واسيست عبد الله كوم ثاني، اسيست عبد الله السعيد كوم ثاني خالص، شلبي يتحرك زيزو زيزو مع مصطفى شلبي ترجع له مره ثانيه، مش شايف واجبات هجوميه تماما لاحمد فتوح، فتوح مفيش واجبات هجومية تمام، دونجا على عكس عمر جابر، بصوا حضراتكم فتوح يدخل في العمق كتير على عكس عمر جابر، بص دونجا لو بص شماله هيلاقي فتوح اهو وانا بتكلم يلعب على الفتوح سمعني ولا ايه، يغير اللعب ناحية شمال عنده مصطفى شلبي تاني، شلبي والنجار شلبي والنجار خدوا واحدة سريعة كده وادي العرضية، لكن التشتيت على مرتين من لاعبي غزل المحلة، توصل عند موريتوري عايز رأس عبد الله، يرأس عبد الله يكمل الليفواري لكن عبد الله ياخد الكره وحكم اللقاء ادى الادفانتج ويرجع يدي الفاول لان كان فيه شده من عبد الله السعيد للليفواري موريتوري، فاول لصالح غزل المحله، اخر لقاء بين الفريقين كان في يونيو 2023 السنه اللي فاتت، والفوز للزمالك بهدفين، زيزو الهدف الاول في الشوط الاول والشوط الثاني، ادي الروح الجميله اللي ما بين احمد عيد عبد الملك وعمر جابر، اصابه تانية في العضله الخلفيه لعامر عامر، احمد النفراوي هو اللي موجود في الاحتياطي النهارده، ادي لقطه الهدف الاول، مخرج اللقاء بعيدها لنا مره تانية، اتفرج بقى على الاسيست ده، بص ده بص ده وبص اللمسه الاخيره لناصر منسي، 2-0 كان للزمالك في الاسبوع ال 32، وعلى فكره لقاء الدور الاول كان غزل المحله قدر يفوز على الزمالك على هذا الملعب بهدفين مقابل هدف، كان جابرييل اورد سجل الهدف الاول واحمد النادري من تسديده كان سجل الهدف الثاني في لقاء كان سجل فيه زيزو من بينالتي في الشوط الثاني، ولكن المحله يفوز 2-1، المحله كان يحقق الفوز بنتيجه 2-1، عامر عامر هنشوف هيكون في تبديل ولا لا، خد بالك لو في تبديل يكون الكابتن احمد عيد عبد الملك ما قدموش غير دونجا، دونجا تعرض لاصابه في كتفه لكن تلقى العلاج، وادي كونسولتو كونسولتو في المحله، كابتن احمد عيد عبد الملك كابتن عبد السلام نجاح وايضا الكابتن محمد عبد السلام والكابتن محمود صبحي
الجهاز الفني بالكامل لصالح نادي غزل المحلة. يتشاوروا هنعمل ايه يا كابتن احمد. نتيجة بقت 2-0 10 لاعبين والموقف صعب، وعامر عامر عنده العضلة الخلفية، وصعب على عامر ان يبقى عنده العضلة الخلفية ويلعب الكرة الامامية دي. تترد تاني لصالح غزل المحلة على الارض، يستلم بن شرقي عايز يعمل مشوار مع عبده يحيى، تتلعب البينية لكن مردودة، مردودة مرة تانية لصالح المحلة. محمد بن شرقي يحط جسمه ولكن مقطوعة لاحمد زيزو، حكم اللقاء يقول بلاي اون، العب ما فيهاش حاجة. دونجا يسلمها الفتوح زيزو، مصطفى شلبي يرجع لحسام عبد المجيد. 7 دقايق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، لكن أقول لكم إن حكم اللقاء ممكن يدي على الأقل 5 دقايق كوقت محتسب بدل من ضائع. عمر جابر يلعبها لإيشو، إيشو والجزار قوي 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 القادم من نادي العبور عمرو الجزار، ولكن بأسفل الحذاء، بأسفل الحذاء يخبط في اللاعب عمرو الجزار. وادي الإخميمي هياخد إنذار، الإخميمي خالد الإخميمي هياخد إنذار، متعصب الكابتن سمير جمال. ادي اللقطة وادي التاكلينج بقوة، رمي التماس لصالح نادي الزمالك. عايز اللعب يتسرع شوية أندري بيكي. خلينا نشوف عمر جابر هيلعب رمية التماس عند العريس النهاردة ناصر منسي صاحب الهدفين. دونجا تتلعب على الأرض لحسام عبد المجيد. كل لاعبي الفرقتين مش في نص ملعب المحلة، لا ده في التلت الهجومي للزمالك، ده في التلت الهجومي إلا عواد، إلا عواد بس واقف لوحده في ال 18 أو في نص ملعب الزمالك. كرة ناحية شمال عبد الله السعيد لزيزو، زيزو وسط 3-4 تترد لكاستيلو احمد فتحي، كاستيلو يمشي بيها لحد الباك اليمين. كاستيلو هيعمل ايه؟ يشتت الكره الاماميه يا ولد، يستلم بشكل رائع، ممكن هنا فرصه لمحمد علي بن حموده، ممكن يقطع مشوار، جاي له عبده يحيى لكن لوحده وسط 4-5 من لاعبي الزمالك. غزوه عنتريه، لكن الكتره تغلب الشجاعه، تغلب المهاره كمان، وتتقطع لصالح نادي الزمالك مره ثانيه. زيزو 5 دقائق فقط، زيزو يغير اللعب ناحيه اليمين لوحده تماما. عمر جابر، جابر استلام حلو قوي لايشو على المغمض، الاوفرلاب موجود لايشو وممكن يرجعها لعمر او يلعبها لمين اللي جاي ده. فتوح جه من الشمال لليمين، فتوح ويلعب الكره الاماميه لكن بعيده تماما عن اي لاعب من الزمالك، عن زيزو او ناصر او حتى مصطفى شلبي بيعتذر فتوح، وتطلع الكوره ضربه مرمى لصالح نادي غزل المحله. المحله اللي عنده اللقاءات القادمه الاتحاد السكندري، سموحه، البنك الاهلي، وبيراميدز. زمالك يكون عنده سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، والاتحاد، وحرس الحدود. دي اللقاءات القادمه في الاسابيع من الخامس للسابع، وان كان الزمالك هيواجه انيمبا ايضا بطل نيجيريا في المجموعات في الجوله الثانيه في الكونفدراليه الافريقيه، ثم المصري البورسعيدي في نفس البطولة. والفاول لصالح نادي غزل المحلة في نص الملعب، محمد علي بن حمودة ياخد الفاول، الدفع من حسام عبد المجيد في ظهر بن حمودة، ادي الدفعة واضحة والفاول مستحق. وصلنا ل 15 هدف، وصلنا ل 15 هدف متساوى مع الاسبوع الثاني. الخميمي هيلعب الكرة الثابتة، مع النقص العددي المحلة ما عندوش غير ان هو بنسبة كبيرة يستغل الكرة الثابتة لو عايز يرجع في اللقاء. ادي الكرة الامامية جوه 18 مش لحد تماما، فيش لاعب من المحلة راح، اتلعبت كل لعبة المحلة بعد ما اتلعبت رجعوا علشان يغطوا. ادي الكرة الامامية وفيها فاول على نادي الزمالك على زيزو لصالح موريتوري، فاول لصالح غزل المحلة. سقوط على الارض، بيقول له في حاجة ولا قوم؟ قال له قوم. موريتوري ادي باسيوني، وادي الدفعة من زيزو والشدة من موريتوري، قال له ما اقعش لوحدي، تعال معايا وانا بقع مش هسيبك، تعال معايا. تاخد الكرة وتروح انفراد وتسجل هدف ثالث وما خدش فاول، ده كلام موريتوري لزيزو في الزقة اللي فاتت او في الشدة اللي فاتت، لكن الدفعة في الاول من زيزو. كرة امامية، ادي الرأسية تتسلم بشكل كويس عند موريتوري، توري يحاول يعدي ويقع، هو اللي ياخد فاول المره دي.
توري ياخد فاولين ورا بعض، المره دي من دونجا واللي فاتت كانت من زيزو، والفاول لصالح المحله في اخر خمس دقائق. المحله بياخد فاولات كتير في ارض الملعب. فاول هتتلعب بالقدم اليسرى من حميدو على القائم البعيد، لكن الراسيه زملكاويه تترد للاخميمي، خطيره للاخميمي، يلف يروح ناحيه اليمين ويرجع ناحيه الشمال مره ثانيه عند موري توري. توري توري يدور على الاخميمي، توري لخالد عايز يعدي من بين رجل عمر جابر، لكن الخبرات الكبيره عند عمر جابر تقطع الكره لمصطفى شلبي. الكره الاماميه ما تلاقيش غير النجار براسيه يرجعها في المكان الفاضي عند مصطفى شلبي، يسيبها علشان ياخد رميه تماس زملكاويه. ادي الكابتن احمد عيد عبد الملك بيقول لهم اطلعوا، بيقول لهم اطلعوا اضغطوا من هنا، خلاص اخر دقيقتين، بيقول له اطلع واضغط من هنا، ما ترجعش لنص ملعبنا، اتضغطنا كتير طوال 40 دقيقة. فاحمد عيد عبد الملك لسان حاله مع اللعيبة بيقول له اطلع اضغط على الزمالك، ما يطلعش من نص ملعبه. الزناري يلعب رمية التماس تترد من موري توري، خطيرة بقى هنا في المساحات لصالح نادي الزمالك. زيزو، لكن حكم اللقاء يقول لمسة يد، لمسة يد على زيزو. كم دقيقة يا كابتن بسيوني؟ كم دقيقة؟ بيقول له في صدري يا كابتن. زيزو بيتكلم مع بسيوني، لكن كانت الصفارة طلعت من حكم اللقاء، تروح ناحية اليمين لصالح المحلة. تمريرة يقراها مصطفى شلبي على الأرض لزيزو بوش رجله الخارجي عايز يلعبها إنما مقطوعة للمحلة. موري توري، خالد الإخميمي، خالد الإخميمي دي خطيرة للمحلة، لكن ياخد قرار التسديد، والتسديدة وحشة من كابتن نادي غزل المحلة، تطلع الكورة ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك. نهاية الشوط هتكون ازاي؟ هل يكتفي الزمالك بهدفين؟ ولا يزود بهدف ثالث ويخلص على الثلاث نقاط بالثلاث اهداف من الشوط الاول؟ اربع دقائق بيديهم حكم اللقاء وبيعلن عنهم الحكم الرابع الكابتن احمد ناجي، ولا المحلة يعود، ولا المحلة يعود على الاقل بهدف؟ ادي شلبي، شلبي شلبي يلعب الكرة العرضية على القائم البعيد، تعدي الكل، تعدي الكل وتطلع ضربة مرمى لصالح غزل المحل. هيشو من وهو صغير كده بيعترض، يعني بص حضراتكم الكرة عالية عليهم هما الاثنين ما لمستش حد، يقول لك لا ليه يا كابتن؟ حاجة من لقطات اللي دايما متعودين عليها في الكرة المصرية، مش الكرة المصرية بس، أي لعيب في أي ملعب يتمنى إن أي كرة تبقى ليه، رمية تماس، ضربة ركنية. تشوف عمرو الجزار يلعب الكرة الطولية براسية بن حمودة، يسلمها لعبده يحيى عايز ياخدها لنفسه ويعدي، لكن راجع مصطفى الزناري يمسك كورته ويرجع لعواد. عواد يحاول يستلم ناحية شمال طويلة على حسام عبد المجيد، حسام يلحق الكورة، انتشر في الملعب لاعبي غزل المحلة، ده يدي مساحة لصالح نادي الزمالك. ادي الاخطاء بقى لخالد الاخميمي، خطيرة للمحلة في الوقت المحتسب بدل من ضاع، هل يستغل هنا الاخطاء؟ توصل عند موري توري يردها للاخميمي، لكن يسيبها فتوح صاحب المهارة احمد فتوح ويلعبها في الطرف الشمال. بداية هجمة لصالح نادي الزمالك، عبد الله السعيد، عبد الله في نص الملعب يسلمها لدونجا، يغير اتجاهه ويلعب الطولية عند عمر جابر. عمر، ايشو او زيزو المرة دي، زيزو يسلمها الفتوح، يسيبها لحسام عبد المجيد على الارض ناحيه شمال لمصطفى شلبي. اتكررت كم مره بقى الجمله دي؟ اتكررت كم مره في الشوط الاول؟ اكتر من 12 مره تقريبا لصالح نادي الزمالك. دونجا فرصه للتسديد، دونجا تسديده، تسديده من دونجا، لكن بجوار المقص اليمين لعامر عامر تطلع الكوره ضربه مرمى لصالح نادي غزل المحله. دونجا اللي اخذ تحيه في هذا الملعب كتير من جماهير غزل المحله، واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر فترات كبيره، دونجا صاحب ال 28 عام. تترد الكره مره ثانيه لبن شرقي في وسط الملعب، بن شرقي عايز يعدي لكن بيمسك الكره كتير، محمد بن شرقي كل مره بيمسك الكره بيحاول يقطع بيها مسافات كبيره قوي لوحده، كررت اكتر من مره. ادي بن شرقي حاول يعدي لكن مقطوعه منه، يعافر فيها مره تانية ويجيبها بن شرقي، بن شرقي
يدور على التمرير، يسلم عبده يحيى، يدخل عبده يحيى لجوه، عبده يحيى يلعب العرضيه لبن حموده، لكن مصطفى الزناري يحط راسيه قدام راسيه وتضيع فرصه على غزل المحله. فتوح يسلم على الارض مع الاخنيمي، دونجا، شلبي، ترجع مره ثانيه لفتوح، يعلي الكره ويعليها عند زيزو اللي بياخد فاول. زيزو ياخد فاول من عمرو الجزار. 4 دقائق عدى منهم 3 دقائق، بنلعب في الدقيقه الرابعه. الزمالك بيتفوق بهدفين والمحله بيعاني بالنقص العددي. ادي اللقطه وادي الراسيه وادي مصطفى الزناري انقذ هنا هدف من المحل، ان محمد علي بن حموده كان طاير ومن الدور الثاني حاول يلعبها في الزاويه البعيده العواد، ولكن الزناري كان معاه بلوك ايضا زملكاوي في اللقطه اللي فاتت. ناصر منسي يستلم، ناصر بيفكر في الهاتريك، تسديد ولكن في نص الجول. يقول لك اشمعنى زلاكا سجل هاتريك امام مودرن سبورت. ادي التسديده من ناصر ولكن عامر يمسك كورته بثبات، وصفرت نهايه الشوط الاول من حكم اللقاء محمود بسيوني. تفوق لصالح نادي الزمالك، طرد من اول دقيقه ليحيى زكريا. الدقيقه 18 ناصر منسي يسجل الهدف الاول من اسيست هي الاروع لعبد الله السعيد، والدقيقه 21 من عرضيه عمر جابر راسيه من ناصر منسي بهدف ثاني لصالح نادي الزمالك. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس، استراحه قصيره على العوده مع احداث الشوط الثاني. عوده للاستوديو مع زميل العزيز كريم خطاب ونجوم التحليل الكبار كابتن طارق جميل والكابتن حازم امام. تحياتي مؤمن حسن. شكرا للزميل العزيز كريم خطاب ونجوم التحليل الكبار كابتن طارق جميل والكابتن حازم امام. مرة أخرى أعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات أون تايم سبورتس مع أحداث الشوط الثاني من آخر لقاءات الأسبوع الرابع في الدوري المصري الممتاز دوري نايل. عمر فرج بيستعد للنزول في تبديل لصالح نادي الزمالك، تقدم للزمالك في الشوط الأول بهدفين، الهدفين لصاحب العريس النهاردة لناصر منسي بأسيست في الأولى من عبد الله السعيد والثانية من عمر جابر بعد ما اطرد اللاعب يحيى زكريا من اول دقيقه في كره مشتركه كانت مع احمد عبد الرحيم ايشو. اول تبديل لجوزيه جوميز، تبديل اضطراري كان في الشوط الاول لاحمد عيد عبد الملك بنزول اللاعب حميدو عبدول رقم 26 بدلا من ابراهيم حسن، وادي تبديل ثاني عبد الرحيم عموري، تبديل ثاني لصالح نادي غزل المحله بنزول عبد الرحيم عموري، وحنشوف تبديل الزمالك هل مكان ايشو نزل مكان مين عموري، وهنشوف ايشو اللي طلع للزمالك ولا مين. بنزول اللاعب عمر فرج، المحلة هيكون على شمال المقصورة الرئيسية لاستاد غزل المحلة بالزي الارجنتيني المعتاد، الزي السماوي في اسود، ونادي الزمالك اللي ليه ضربة ركنية في بداية الشوط الثاني والضغط زملكاوي من بداية النص الثاني من هذا اللقاء. كرة من ناحية اليمين والضربة الركنية كالعادة هيلعبها زيزو، يطلع مصطفى شلبي زي ما توقع الثعلب الصغير الكابتن حازم امام، ان مصطفى شلبي او زي ما قال وحلل ان مصطفى شلبي اقل لاعبي الزمالك في الشوط الاول، يتغير مصطفى شلبي يطلع وينزل عمر فرج وفيها فاول لصالح، او طلعت من بره لفت من بره لصالح نادي غزل المحله. زمالك اللي سجل حتى الان 7 اهداف، وصل للعدد 7 من الاهداف، يتساوى مع الاهلي، يتساوى مع سيراميكا كليوباترا الاكثر تسجيلا في دوري نايل هذا الموسم. ناصر منسي هو الهداف حتى الان ب4 اهداف، يتخطى اصحاب الثلاثه زلاكا وعلي فوزي من نادي انبي. تترد تاني كوره مذيعه الداخليه اللي هي استاد غزل المحله قالت مكان ايشو، قالت عمر فرج، وبالفعل انا شايف مصطفى شلبي هو اللي موجود في ارض الملعب، ايشو بالفعل هو اللي بيطلع مش مصطفى شلبي، مصطفى شلبي موجود في ارض الملعب وايشو هو اللي بيطلع وبينزل مكانه عمر فرج. التمريره تطلع بره الملعب، ادي ميشالاك، ادي الونش،
ورمية التماس بنتايك سيف الجزيري أيضا موجودين على دكة البدلاء. كرة على الأرض من حسام عبد المجيد لفتوح. فتوح ولا هجمة في الشوط الأول. دور تكتيكي جديد لأحمد فتوح. تترد لصالح نادي غزل المحلة، يحاول ياخدها زيزو لكن الفاول في وسط الملعب للاعب محمد بن شرقي. الحماس غير بداية الشوط الأول. بداية الشوط الأول كان فيها حماس، كان فيه قوة، حتى بعد الطرد الزمالك اللي وصل نسبة الاستحواذ ليه 77% في الشوط الأول من هذا اللقاء. الشوط الثاني بدأ بركنية ولكن الأداء أهدى. محلة يقول لك الأداء أهدى لأن الزمالك متفوق بهدفين، ولو على الريتم ممكن مش في صالحه يستغل بقى الكرة الثابتة اللي ممكن ترجعه للقاء. الكرة بتعدي عند حميدو عبدول، ترجع عند محمد علي بن حمودة. حمودة يحاول يضم لجوه، حمودة يلعب الكرة العرضية لكن تحصيل حاصل. بصوا حضراتكم يلعب العرضية مش لحد تماما، مفيش ولا لاعب موجود جوه ال 18. طويلة الكرة على زيزو، عمق دفاعي وصعبة جدا، صعبة جدا من عمرو الجزار، وتطلع الكرة ضربة ركنية من ناحية اليمين لصالح نادي الزمالك. قوية على عامر اللي اتصاب مرتين في الشوط الأول، مسك العضلة الخلفية. عامر صاحب ال 37 عام. ضربة ركنية لصالح نادي الزمالك من ناحية اليمين. طالع مصطفى شلبي وأيضا مصطفى الزناري وحسام عبد المجيد بالإضافة لناصر منسي، مستني الإذن عشان يلعبها زيزو. خالد حسين لسه بيقول له استنى ما تلعبش الكورة، بيقول له ارجع لعبده يحيى اللي بيحمل شرط القياده بعد خروج خالد الاخميمي. عبد الله السعيد شورت كورنر لصالح نادي الزمالك، ترجع لعمر جابر مره تانية على الارض لعمر، يلعب الكره العرضيه مش لحد، تتشتت من دفاع نادي غزل المحله. تلاقي دونجا بهدوء يسلمها لورا عند عمر فرج، يرجع بيها لحارس المرمى محمد عواد. تشار للاعبي الزمالك في ارض الملعب، بيلعبوا باريحيه شديده جدا لاعبي الزمالك في هذا اللقاء. وش رجله الخارجي يسلمها لدونجا اللي بيلعبها في المساحه حلوه ناحيه اليمين لزيزو. زيزو واحد على واحد يلعب الكره العرضيه لناصر لكن يطلع عامر خبط في كتفه. عامر بيقول له ما عملتش حاجه يا كابتن، خلينا نشوف. بسيوني بيقول ايه؟ بيقول فيه اوف سايد، بيقول فيها اوف سايد، وبيدي انذار لناصر منسي، بيدي انذار لناصر منسي. الاوف سايد موجود بعد الالتحام مع عامر خلينا نشوفها. ادي زيزو مش اوفسايد لكن الاوفسايد مظبوط كابتن خالد حسين. ادي العرضيه وادي عامر في كتفه اليمين مع ناصر منسي اللي بياخد انذار من بسيوني حكم اللقاء. تتوتر الاجواء شويه، لعيبه المحله طبعا رايحين بيتكلموا مع بسيوني، بيحاولوا يخلوا الكارت الاصفر يبقى كارت احمر علشان الكفة تتساوي زي ما قلنا في الشوط الاول. ولعيبة الزمالك رايحة بتقول له يا كابتن بسيوني الكرة ما تستاهلش انذار. وادي جماهير الزمالك اللي فرحانة بالهدفين. الزمالك يفوز على سموحة بنتيجة 2-0، يفوز على البنك الاهلي بنتيجة 3-2، والهزيمة من المصري بنتيجة 1-0. اما المحلة 0-0 امام الاسماعيلي، 3-2 لطلع الجيش على هذا الملعب. ومن خارج الديار يرجع بالثلاث نقاط من الجونة بهدف عبدو يحيى. متضايقين طبعا الجهاز الفني لصالح نادي غزل المحلة. وادي تيشرت عمر مرموش موجودة، المتألق في الدوري الألماني وصاحب الأرقام الكبيرة بل الأميز في الدوريات الخمسة الكبرى. تيشيرت نجمنا الكبير عمر مرموش موجودة في ملعب اللقاء. عامر قام خد له دقيقتين ثلاثة، هيلعب الكرة الثابتة والفاول لصالح نادي غزل المحلة. تتلعب ناحية شمال، يحاول يستلم حميدو عبدول ولكن من قدامه بسن الجزمة تطلع رمي التماس من عمر جابر كابتن نادي الزمالك وصاحب الاسيست في الهدف الثاني. رمية التماس لصالح نادي غزل المحلة، كور ثابتة كتير ورميات تماس كتير عكس الشوط الأول اللي كان فيه فترات كبيرة الكرة كانت موجودة في أرض الملعب ورايحة جاية بشكل كبير وما بتقفش. لكن في الشوط الثاني البداية غير، تتلعب الكرة عبد الله السعيد، يشتت عبد الله الكرة الأمامية
عند ناصر، ولكن من قدامه عمرو الجزار يطلعها رمي تماس لصالح نادي الزمالك. من ناحية اليمين هيلعبها عمر جابر، عمر تتلعب على الارض وتترد له مره تانية من عبد الله السعيد. ما شاء الله يا عبد الله، ما شاء الله، اداء رائع، وهو اللي مشتت الكره اللي فاتت منين، من على حدود ال 18 بوكس تو بوكس. يعني عبد الله بيدي دروس، بيدي دروس لكل اولادنا وكل ناشئنا، اللي يحافظ على نفسه واللي يهتم بنفسه يهتم بتدريبه. بص يوصل لفين في ارض الملعب عبد الله السعيد، ما شاء الله. مصطفى يلعب الكره الاماميه للتشيب الامامي، انما مردوده مره تانية عند موري توري. موري توري عايز يعمل الوان تو، تتلعب عند محمد علي بن حموده. خلاص كل لاعب معاه التحام هيقع على الارض، وادي محمد علي بن حموده اللقطه اللي فاتت يعرف ياخد فاول من حكم اللقاء، التدخل كان من حسام عبد المجيد، والفاول لصالح نادي غزل المحله. قام بن حموده، سبع دقايق من الشوط الثاني ما لعبناش فيهم غير دقيقه ولا اتنين، لكن المتوقع في الجاي من اللقاء ان يكون الحماس اكبر وان يكون الريتم اعلى. خلينا نشوف مع التبديلات، مع اللعيبه اللي نازله عايزه تثبت نفسها وعايزه تاخد مكانها في ارض الملعب سواء من هنا او من هنا. تتلعب الكره براسيه، ما تلاقيش غير مصطفى الزناري، كره طوليه ما تلاقيش غير عمرو الجزار، يحاول يرقص انما مقطوعه لصالح نادي الزمالك. من ناحيه اليمين عند زيزو يطلع بيها دونجا اللي عامل مشوار، ويفنت من دونجا يمين وشمال، ياخد رمي التماس بعد ما رجع. في لعيبه مش بتاعه المشاوير، يعني زيزو بتاع مشوار، عمر جابر يروح مشوار يعني ياخد الكره ويروح، دونجا ارتكاز في نص الملعب، يرتكز يحافظ على كورته، ياخد فاول، ياخد رمي التماس، يسلم صح، يدور اللعب صح. في الكرة اللي فاتت كان قدامه يعمل مشوار، ما عملش مشوار، ولكن عرف ياخد رمي التماس ويخلي الكرة زي ما هي. تترد للمحلة عند عبدول، عبدول حميدو، حميدو يرجع لورا عند عمرو الجزار، منه العامر، عامر، عامر كرته العالية ناحية اليمين يحاول يستلم، أسامة النجار يستلم معاه فتوح، أسامة يحاول يرقص وسط اتنين لكن حافظ على الكرة بشكل جيد. تتلعب لعموري، هيبقى واخد مهام الباك اليمين ويطلع شويه اسامه النجار. بتكلم على مين؟ بتكلم على البديل اللي نزل بين الشوطين، عموري. كده عموري نزل، حميد وعبدول ايضا نزل. تبديلات لصالح احمد عيد عبد الملك، فاول لصالح المحله على عمر فرج. هدوء في ارض الملعب، اقول لحضراتكم نتيجه الفاولات الكتير، الفاولات الكتير تعمل هدوء، تعمل هدوء في الملعب، تكسر الريتم، والكلام في صالح نادي الزمالك، الكلام في صالح نادي الزمالك. تتلعب الكره العاليه، ادي الراسيه بدون عنوان، فيش تمريرتين ثلاثه بشكل سليم. خلينا نعد لكل فريق كم تمريره لان 10 دقائق لسه ما فيهاش كوره. عمر جابر، عمر جابر يلعبها، تتخطف مرة تانية من الفلسطيني، تروح لصالح نادي غزل المحلة ناحية اليمين عند أسامة النجار، لكن برأسية مصطفى شلبي راجع يعمل الواجب الدفاعي ويسلمها لمحمد عواد اللي بهدوء عواد عايز ياخد فاول. بالفعل ياخد فاول، تعطيل من أسامة النجار، ولكن الفاول لصالح نادي الزمالك. الحماس في الملعب بس في المدرجات، بص حضراتكم اسمعوا معايا، هتلاقي الحماس في الملعب بس من المدرجات. طبعا في احباط في جماهير غزل المحله اللي كانت بتمني الناس بالنفس بنتيجه افضل من كده، لكن الطرد يغير الامور. تترد لصالح نادي الزمالك من ناحيه اليمين، ادي تمريره والثانيه، الثالثه من زيزو، ترجع له مره ثانيه من دونجا، خمس تمريرات للزمالك. السادسه تعدي من تحت رجل عمر فرج، يحاول يجيبها مره ثانيه انما مردوده لعبده يحيى في الطرف الشمال، عايز يعمل مشوار، يعدي وياخد فاول، يعدي وياخد فاول. اي لاعب بيحاول يعمل ادي انذار، انذار، حاول يعمل شغل فردي ويعدي على طول فيها عرقله، والانذار لدونجا، الانذار لدونجا، ناصر منسي انذار ودونجا انذار من جانب نادي الزمالك، من جانب نادي الزمالك. في المباريات اللي اتلعبت بين الفريقين
116 ماتش الزمالك يحقق الفوز في 71 مره، والتعادل كان موجود 28 مره، اما نادي غزل المحله قدر يفوز في 17 مباراه. شوف عبده يحيى، لكن التشتيت تطلع رمي التماس. سجل الزمالك 179 جول، بقوا 181 بهدفين ناصر منسي، في حين ان نادي غزل المحله يسجل في شباك الزمالك 71 هدف فقط. يحاول يعدي من ناحيه شمال، ادي العرضيه على القائم البعيد عند النجار، الراسيه زملكاويه من فتوح، يحاول ياخدها عموري، عموري يجنح شويه ناحيه اليمين، عايز يلعبها ويكسب ضربه ركنيه لصالح غزل المحله. هنا الكور الثابته، هنا الكرات اللي ممكن يلعب عليها احمد عيد عبد الملك، كرة ثابتة بضربة ركنية. هل هي التانية في اللقاء للمحلة ولا التالتة؟ لأن الضربات الركنية قليلة لأرجنتين مصر في هذا اللقاء. خلينا نشوف عبدول، حميدو عبدول هيلعب الكرة، تتلعب الكرة العرضية على القائم الأول، تترد من الزمالك، ارتداد دفاعي قوي من لعيبة نادي الزمالك، ترجع عند موري توريه، عمرو الجزار يعليها، عبدول فاول، فاول على عبدول، راجع من الاوفسايد، مش فاول ده راجع من الاوفسايد، عبدول الرايه من سمير جمال والصفاره من محمود بسيوني. اذكر حضراتكم باحتياطي الفريقين، احمد النفراوي على مستوى حراسه المرمى لصالح نادي غزل المحله، يوسف حسن، محمد جابر وحمدي زكي ومحمد اشرف ومحمد عصام وعبد الرحمن صميده، ده لصالح نادي غزل المحله. للزمالك محمود الشناوي والونش وزياد كمال، حسام اشرف، ميشالاك الجزيري واحمد محمود ومحمود بن تاعي. كرة صالح نادي الزمالك، الزناري يلعب على الارض عند حسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد كان الزمالك فاتح شوارع على الطرفين في الشوط الاول، الشوط الثاني اهدى بكتير. عبد الله يلعبها لعمر جابر، داخلين على ساعه لعب، عمر جابر يحاول يغير اللعب في المكان الفاضي عند زيزو، زيزو يطلب مصطفى شلب انه يفتح الملعب ويستلم، يلعبها لعبد الله السعيد، للي قدامه على طول فتوح يفتح اللعب عند مصطفى شلبي، واحد على واحد، واحد على واحد، عايز يعدي مصطفى شلبي، يرجع مره ثانيه عند فتوح، يتقدم هنا فتوح، فتوح يا ولد يا ولد يا ولد عند زيزو، زيزو يلمس ولكن عامر يا ولد يتألق، زيزو يلمس وعامر يتألق في تمريره بينيه حلوه قوي من احمد فتوح، تترد لصالح غزل المحله، 2 على 2، فرصه للمحلويه. عبده يحيى رجع لعيبه نادي الزمالك، بقى 2 على 4، يلعب الكره العرضيه لمحمد علي بن حموده، ولكن فتوح يرجع يعمل التغطيه العكسيه وضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. ضربه مرمى للزمالك، ادي الكره العرضيه من عبده يحيى، في بطء في التنفيذ الهجمات المرتده لصالح غزل المحله، كانوا 2 على 2، وفي بقى قدام البطء ده في سرعه من الزمالك في الارتداد للدفاع، يعني كانوا 2 على 2 اتاخر لاعبي المحله لثواني، بقى 2 على 4 بقى التفوق دفاعي لصالح نادي الزمالك. دونجا يسلمها لعبد الله السعيد اللي اتحرك في الطرف الشمال، عبد الله دور على زيزو مره ثانيه، عبد الله السعيد، زيزو بصيلي وبصيلك ما بين عبد الله وزيزو، زيزو قدامه ناحيه اليمين تماما، عمر جابر لوحده يتحرك له، عمر فرج، عمر فرج عايز يعدي بالمهاره ولكن يحط جسمه بشكل رائع احمد فتحي كاستيلو، وياخد فاول على عمر فرج، لسه مش ماشيه معاه، لسه مش ماشيه مع صاحب القميص رقم 11 عمر فرج. ترجع كرة لصالح نادي غزل المحله، سقوط على الارض والفاول على ناصر منسي. موري توريه يفتح اللعب للنجار، اسامه، اسامه النجار مره ثانيه، عموري لعمرو الجزار يلعب بالنار، يحاول يرقص زيزو ويلعب الكره الطوليه، تعدي لمحمد علي بن حموده، حموده عايز يلعب البينيه لعبده يحيى، هل ياخدها لنفسه؟ لكن يا ولد الزناري يحط جسمه بشكل رائع ويقطع كره لصالح نادي الزمالك. عمر جابر يلعبها في المساحه عند عمر فرج، عايز يعدي ولكن يحط جسمه للمره الثانيه احمد فتحي كاستيلو، يقطعها ويرجعها. حميدو، حميدو لعبده يحيى، يتحرك له حميدو، يلعبها له مره ثانيه حميدو ناحيه شمال، ممكن فرصه العرضيه لصالح نادي غزل المحله، ترجع عند حميدو، يتحرك له موري توريه،
تطول منه كرة لكن تعدي لصالح موري توري لسه للمحلة. التسديدة فين يا راجل؟ على طريقة كرة القدم الأمريكية يسدد تسديدة بعيد قوي. موري توري اللي كان ليه تسديدة حلوة في الشوط الأول لكن شتان ما بين تسديدة الشوط الأول اللي أنقذها عواد وتسديدة الشوط الثاني اللي جبناها من المدرجات. عبد الله السعيد، عبد الله على الأرض، عمر جابر يتحرك له عبد الله في المساحة، عمر سلم دونجا، فتوح معاه يلعبها لأحمد فتوح، ترجع لورا. أكيد في تعليمات من البرتغالي لأن لعيبة الزمالك تلعب بهدوء لأن الهدوء عكس الشوط الأول، تحس إن الفرقة اتبدلت. السرعة والقوة والهجمات والفرص والهدفين لصالح لعيبة الزمالك عكس الشوط الثاني بالهدوء اللي احنا شايفينه تماما. وادي رمية التماس زملكاوية، رمية التماس تتلعب لصالح زيزو، يردها لعبد الله السعيد، عبد الله يعليها ناحيه اليمين لعمر جابر لكن يقطعها في الطريق موري توري او عبدول. ده عبدول عايز يعمل مشوار، يسلم لمحمد بن شرقي، كثافه عدديه من المرات القليله لصالح غزل المحله. موري توري يطلبها اسامه النجار لكن لوحده تماما ناحيه اليمين، يرجعها لموري توري، توري لاسامه، اسامه يحاول يرقص عبد الله السعيد لكن فاول على عبد الله، فاول على عبد الله لصالح اسامه النجار. دخلنا في النص ساعه الاخيره من عمر اللقاء ولسه النتيجه تقدم لصالح نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. كره تتلعب لصالح نادي غزل المحله، احمد فتحي يسلمها لمحمد بن شرقي، دونجا انذار من حضراتكم، دونجا عنده انذار وناصر ناصر منسي عنده انذار. كرة تتلعب لموري توري، تسديدة مرة ثالثة يسدد لكن تطلع الكرة المرة دي أفضل، المرة دي أفضل من تاني مرة. موري توري يسدد ولكن حلول التسديد موجودة خاصة إن الراجل عنده القدرة إنه يسدد من مسافات بعيدة لكن الكرة أبعد من الكرة اللي كانت في الشوط الأول لكن أقرب من الشوط الثاني. أدي محمد عصام، محمد عصام بيستعد للتبديل. محمد عصام لاعب وسط ملعب في نادي غزل المحلة، عايز يملى نص الملعب الكابتن احمد عيد عبد الملك، عايز يستغل هدوء نادي الزمالك في الشوط الثاني ويعود على الاقل بهدف دلوقتي. فتوح وان تو ما بينه وما بين دونجا ناحية شمال، حسام عبد المجيد، حسام يكمل، حسام الكرة الوحيدة اللي كمل فيها فتوح لعبها لزيزو بشكل رائع انفرد بالعامر عامر لما تألق عامر عامر. فتوح ناحية اليمين عمر جابر، كل دي تمريرات قدام لاعبي غزل المحلة. عمر جابر، عمر جابر تمرير توصل ناحية اليمين لزيزو، ترجع لعمر جابر مرة تانية عايز يردها لزيزو لكن يقطعها أحمد فتحي كاستيلو ويجيب رمي التماس. ده محمد بن شرقي يجيب رمي التماس لصالح نادي غزل المحلة. في تبديل، في تبديل، محمد عصام هينزل وهيطلع عبده يحيى، هيطلع عبده يحيى وينزل محمد عصام، هيكون الاعتماد في الجانب الهجومي فقط على محمد بن حموده. يكمل بقى موري توري، يكمل محمد عصام، يكمل عموري او اسامه النجار من الطرف اليمين، وعبدول حميدو عبدول من الطرف الشمال. دول الاربعه اللي هيعتمد عليهم احمد عيد عبد الملك في الشوط الثاني في الهجمات المرتده لصالح اصحاب الارض. راسيه من دونجا، حسام عبد المجيد يسلمها لفتوح، احمد فتوح نزول لعبد الله، عبد الله السعيد، عبد الله يلعب الكره الاماميه في الطرف الشمال عند مصطفى شلبي، يردها بعرضيه باك باص لكن مش لحد تماما عند غزل المحله، تتقطع من عمر فرج لعبد الله السعيد، ناصر يردها لعمر، عمر يطلع لعمر جابر، من عمر لعمر، عمر ولكن يصعبها على نفسه ما يسهلهاش على نفسه، ما فيش باص، حكم اللقاء يقول ما فيهاش حاجه، تترد لصالح غزل المحله. اول لمسه محمد عصام، 3 على 4 بقى 4 على 4 خطيره للمحله، 4 على 5 تتلعب الاماميه محمد علي بن حموده لكن فين الكنترول؟ فين الكنترول؟ كنترول صعب قوي من التونسي، تترد هنا للزمالك خطيره. ايوه الريتم يبتدي يتسرع شويه، تمريره على الارض مقطوعه من اسامه النجار، دي خطيره للمحله. اسامه النجار رايح عايز يعمل مشوار لوحده معاه موري توري، يسلمها للمدفعجي، موري توري يتاخر قوي في التمرير، موري توري ليه حميدو، محمد عصام
مفيش ضغط من لاعبي الزمالك، يلعب البينيه لمحمد علي بن حموده يرقص ولكن يطلع بيها بره، يطلع بيها بره، كورتين ورا بعض، الكنترول وحش من التونسي، كورتين ورا بعض محمد علي بن حموده يعمل كنترول وحش قوي، يعمل تحكم وحش قوي في الكوره وتضيع على غزل المحله. وادي لعيبه الزمالك ابتدت تكلم بعض، ادي مصطفى الزناري مع محمد عواد ابتدوا يكلموا بعض، وادي التبديل هينزل زياد كمال، هينزل حسام اشرف، عفوا حسام اشرف مكان ناصر منسي، حسام اشرف اللي لعب لبلديه المحله ولعب على هذا الملعب وسجل فيه كتير، ينزل مكان صاحب الهدفين ناصر منسي. كره اماميه من فتوح، مجريش مصطفى شلبي، يحاول حسام اشرف يضغط، سجل في الوديه لصالح نادي الزمالك قبل هذا اللقاء حسام اشرف. وادي تحيه لناصر منسي، لكل الجهاز الفني والاداري والطبي والاحتياطي، كل بيحيي ناصر منسي على لقطه الهدفين، واحده بالقدم اليسرى وواحده براسيه، واحده من عبد الله وواحده من عمر جابر، والاثنين للزمالك والاثنين لناصر منسي، هداف الدوري حتى الان باربع اهداف. حسام عبد المجيد يرجع لعواد، تمرير على الارض لدونجا، منه المصطفى الزناري، داخلين على اخر تلت ساعة من عمر اللقاء، شوط اول شكل وشوط تاني شكل تاني تماما. فتوح يلعبها لعبد الله، عبد الله يغير اللعب ناحية اليمين، بص عمر جابر، بص عمر جابر كم مرة لوحده هنا تماما الساحة دي، عمر جابر باسمه سواء في الشوط الاول او في الشوط التاني. زيزو يتأخر، تتقطع منه عند محمد عصام، يسلمها على الارض لمحمد بن شرقي، بن شرقي لبن حموده، يقع على الارض وياخد فاول على حسام عبد المجيد اللي هياخد انذار، هياخد انذار حسام عبد المجيد من بسيوني، بياخد فاولات حلو لكن بيتحكم في الكوره، محتاج تركيز اكتر من كده. بتكلم على محمد علي بن حموده لاعب نادي المحله صاحب الهدفين في مرمى طلع الجيش. ادي التدخل من حسام عبد المجيد والرؤيه واضحه لحكم اللقاء والفاول موجود وايضا الانذار موجود. محمد عصام تمريره وحشه قوي تطلع بره الملعب، رمي التماس لصالح نادي الزمالك، كاميرا تيجي على يعني الاقرب ممكن، هل ياخد مان اوف ذا ماتش للهدفين؟ لعيب اللي بيجيب هدف بيبقى مرشح بشكل كبير انه ياخد مان اوف ذا ماتش، ما بالك بهدفين. كره لدونجا لزيزو، ترجع لدونجا مره ثانيه، يدخل فتوح في العمق لكن تتلعب لعبد الله السعيد، تمريره من عبد الله، يا ولد يا ولد يا ولد، لمصطفى الشلبي، يقع على الارض، تكمل لعمر فرج ياخدها بشكل رائع، وادي التدخل وحكم اللقاء يدي ضربه جزاء، ضربه جزاء لصالح نادي الزمالك، عمر فرج يتسبب في ضربه جزاء على عموري لاعب غزل المحله، ياكد ادي ضربه الجزاء. بسيوني بيتكلم مع الاعتراضات من جانب نادي غزل المحله، عامر بيتكلم، لكن ضربه الجزاء من حكم اللقاء محمود بسيوني عموري هنشوفها مرة تانية. ادي التمريرة عبد الله السعيد، هو عبد الله يا جماعة، هو عبد الله وتمريراته دي من مصطفى شلبي، وادي عموري حط جسمه عمر فرج قدام عموري، ادي الانطلاقة من مصطفى شلبي، التاكلينج كان موجود، ياخدها عمر فرج في اللقطة التانية، والتحام ما بينه وما بين عموري، حكم اللقاء قريب ويدي ضرب الجزاء لصالح نادي الزمالك، ضربة جزاء لصالح الزمالك. عموري بيقول له ما لمستوش يا كابتن، لكن عبد الله السعيد وتمريراته، عبد الله السعيد وبينياته، يعني ناصر منسي يسجل هدفين يقترب من مان اوف ذا ماتش، انما بينيات عبد الله السعيد تقلب الماتش، تقلب الماتش. كلام ما بين فتوح ومصطفى شلبي، مين اللي هيسدد ضربه الجزاء؟ خلينا نشوف. لحد دلوقتي بسيوني بيقول له اكدها يا كابتن، ادي كاستيلو بيقول له اكدها يا كابتن، احمد فتحي، زيزو، في زيزو، في عبد الله السعيد، في مصطفى شلبي بيسدد ضربات جزاء ايضا، عامر وعبد الله، عامر في المرمى، وعبد الله اللاعب احمد زيزو هو اللي هيسدد، زيزو لصالح نادي الزمالك. سجل ناصر منسي، سجل ناصر ماهر في البنك الاهلي، سجل عبد الله السعيد من ضرب الجزاء، سجل مصطفى شلبي قدام سموحه، دول الاربعه لعيبه اللي سجلوا لصالح نادي الزمالك. هل نفتح القوس ونضيف زيزو ولا عامر يتالق في هذه اللقطه؟
خلينا نشوف الدقيقة 72 وميني ماتش ما بين احمد مصطفى زيزو وعامر عامر، وفرصة للزمالك انه يزود الغلة التهديفية انه يخليها ثلاثية. كلام من باسيوني مع لعيبة الفرقتين، محدش يدخل جوه ال 18. والقوس زيزو، زيزو عامر، زيزو عامر، زيزو يا ولد يا ولد، يسجل احمد مصطفى زيزو على يمين عامر عامر، هدف ثالث لصالح نادي الزمالك. بالثلاثة الزمالك يأكد على الثلاث نقاط قبل ربع ساعة من نهاية المباراة. 3-0، 2 لناصر منسي، وهدف لاحمد مصطفى زيزو، هدف رائع، ركنها حلو، ركنها حلو. احمد مصطفى زيزو من المتخصصين في ضربات الجزاء. احمد مصطفى زيزو يسجل هدف ثالث للزملكاوية. 3-0 ليلة زملكاوية، ليلة باللون الابيض بخطين حمر لجماهير الزمالك، فرحة في الجهاز الفني لصالح نادي الزمالك بالنتيجة وبالاقتراب من الثلاث نقاط والوصول للنقطة التاسعة، يكون خلف النادي المصري، نادي المصري اللي بيتصدر جدول الترتيب بعشر نقاط بعد الفوز الكبير النهاردة على بيراميدز بهدف لمحمد الشامي. كرة ناحية شمال لصالح غزل المحلة، محمد عصام، عصام مع حميدو عبدول لكن يمشي بالكرة كتير، زيزو يقطعها تترد، هادي الوان لحسام أشرف لكن التوب بعيدة قوي، بعيدة على زيزو، وتطلع رمي التماس لصالح نادي غزل المحلة، تتلعب من كاستيلو لمحمد عصام، يسيبها تتقطع من عمر جابر، من اللي عاملين ماتش حلو عمر جابر في هذا اللقاء، جابها يمنى من نار فتوح، يسلمها لحسام عبد المجيد. لكن من دفاع الحقيقه من عمر فرج، لازم ندي لكل لاعب حقه، ان الكره كانت ميته ومصطفى شلبي وقع على الارض، انه يكمل ويحط جسمه، جاب ضربه جزاء من الهواء. تمريره عبد الله السعيد هي اللي فيها الشغل كله، لكن بعد ما وقع مصطفى شلبي والتاكلينج اللي كان في الكره الاولى، عرف يحط جسمه وعرف يجيب ضربه جزاء وعرف يكون سبب في هدف ثالث لصالح نادي الزمالك بتسديده احمد مصطفى زيزو. رمية التماس لصالح نادي غزل المحلة، دقيقة من الدقايق أو من الدقيقتين اللي دايما بنتذكرهم في كل لقاء، وبنترحم على من افتقدناهم، دعولهم بالرحمة والمغفرة والأهلهم ولينا بالصبر والسلوان. فاول لصالح نادي غزل المحلة اللي بيسعى لتسجيل هدف اول في اللقاء، هدف يدي الثقة، هدف يدي اللعيبة الثقة بعشرة لعيبة. الموقف صعب والزمالك خلص من الشوط الاول في الاداء وفي النتيجة، ولكن لعيبة المحلة تقول لك طب هدف هدف بس تبتدي تندع، لكن خلاص الوقت بنلعب في اخر ربع ساعة والزمالك مسيطر على كل شيء في ارض الملعب، حتى بهدوء عرف يسجل باقل مجهود في الشوط الثاني. كرة تتلعب من دونجا لفتوح، يغير اللعب لحسام عبد المجيد، شوف فتوح فين وشوف حسام عبد المجيد، تحس ان حسام عبد المجيد هو الباك الشمال. تمريرة امامية عند حسام اشرف مردودة لحسام عبد المجيد مرة تانية، حسام يسلمها لعبد الله، تعلى الفتوح يقع على الارض، محمد علي بن حمودة ايه الحكاية، ايه الحكاية، اي لمسة الراجل ده بيقع، ولكن دونجا بروح رياضية يطلع الكرة بره. خلينا نشوف اللقطة اللي فاتت، محمد علي بن حمودة راح له حكم اللقاء قال له قوم، هو طبعا بيلعب عليه انه حسام عبد المجيد معاه انذار في اللقطة اللي فاتت، لكن محمود باسيوني قال له قوم، راح قال له قوم بحزم، هنشوفها مرة تانية. ادي اللقطة، كتف بس من حسام عبد المجيد واقف قدامه ومحمد علي بن حموده يقع على الارض، وادي قام اول لما الحكم قال له قوم راح قايم على طول. كره توصل عند عمر جابر لصالح الزمالك، عمر فرج، فرج بالجنسيه السويديه ايضا، توصل عند دونجا لفتوح مره ثانيه ناحيه شمال عند حسام عبد المجيد، يسلمها لشلبي مصطفى شلبي، تا
تغطية دفاعية بقت مش من واحد بقت من اثنين، خدوا بالسرعة بتاعته. عمر يلعب الكرة العرضية لعبد الله، عبد الله عايز يلعب عرضية أيضا بدل ما يسدد في المرمى، لكن حلوة من شبابي، من شلبي راح وعمل مشوار ولعب الباك باص لعبد الله السعيد اللي ينجح انه يجيب ضربة ركنية. تحية من الجماهير اللي موجودة لعبد الله، بيرد التحية. شورت كورنر من عبد الله السعيد، تتلعب بسرعة عند زيزو، يتحرك له عبد الله، تتلعب له عند سن 18، وادي العرضية توصل في الأخير لحسام عبد المجيد عايز يردها في الملعب، تطلع بره تماما، تقلش من حسام عبد المجيد وتطلع الكورة ضربة مرمى لصالح نادي غزل المحلة. 3-0، جمهور الزمالك مولع الملعب. بصوا حضراتكم جمهور المحلة زعلان طبعا، وادي تبديلات ميشالاك هينزل ومحمود بن تايك، هيطلع مصطفى شلبي وينزل محمود بن تايج، وايضا هينزل ميشالاك، هنشوف هينزل مكان مين، مكان عبد الله السعيد. تحيه كبيره لعبد الله السعيد على اداءه النهارده الحقيقه، اداء رائع لعبد الله السعيد. مصطفى شلبي وعبد الله هم اللي بيطلعوا، وينزل البولندي ميشالاك وايضا محمود بن تايج. اعتراضات من لاعبي المحل على حكم اللقاء، هنشوف الكرة مديها ايه محمود بسيوني. فاول او لمسة يد على محمد عصام اللي طلع حاول ياخد الكرة قبل عمر جابر، بيديها لمسة يد حكم اللقاء، توصل عند محمود بن تايج. شوف اللي نازلين بقى عايزين يعملوا حاجة في تشكيلة نادي الزمالك ويصعبوا الامور اكتر واكتر على لاعبي غزل المحلة. فتوح توصل لبن تايج، جابها يسرى، غيرها جوزي جوميز، محمود بن تايج فنتو الثاني وعايز يعدي، حط جسمه ويعدي بضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك. ضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك هتتلعب من الجبهه اليسرى، عموري الضغط عليه كبير بعد ما نزل بين الشوطين اللاعب عموري عبد الرحيم عموري، والضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك. رايح لها زيزو، تتلعب كالعاده قصيره المره دي الميشالاك، ترجع لزيزو بيفكر في العرضية، ادي العرضية لزيزو خطيرة، والهدف الرابع لصالح نادي الزمالك. حسام عبد المجيد يسجل الرابع لصالح نادي الزمالك من عرضيات زيزو، تخبط وتروح لحسام عبد المجيد ما يلاقيهاش غير في الشبكة. كاستيلو قلب الدفاع احمد فتحي اللي حاول يشتت، يلاقي حسام عبد المجيد تخبط في طريقها وتروح ويسجل الهدف الرابع لصالح نادي الزمالك. اي ليلة يا زمالك، اي ليله ليه جماهير الزمالك. الجماهير دي يعني وهي راجعه كانها راجعه من فرح، لان فوز الزمالك بالنسبه لهم فرح. وادي جماهير المحله طبعا، نتيجه ما كانتش في الامنيات تماما ولا في التوقعات. ادي ميشالاك يردها لزيزو، بص بقى العرضيه، ادي العرضيه يجي يشتت الجزار، تخبط في حسام عبد المجيد. يا حظك يا جزار، يا حظك يا جزار، يجي يشتتها لكن الف به تشتيت. خد بالك بقى، الف به تشتيت، شتت في نفس الاتجاه اللي جايه منه الكوره، شتت على طرف من الاطراف، ما تردهاش في نص الملعب. ده ليه؟ علشان ما حدش ياخدها سكند بول في المرمى مره واحده. ما بالك بقى حسام عبد المجيد طالع عامل له بلوك طايره، وكانه لاعب طايره على الشبكه. حسام عبد المجيد عمل بلوك بدماغه، عمل بلوك بدماغه. الجزار غير محظوظ، لكن كان لازم يشتت على طرف من الاطراف. حمدي زكي، حمدي زكي هينزل هو ويوسف حسن، وفرحة كبيرة في مدرجات نادي الزمالك. 4-0، 4-0. طالع محمد علي بن حمودة، وطالع محمد بن شرقي، وحينزل محمد حمدي زكي، وحينزل يوسف حسن. كرة تتلعب ناحية شمال، حميدو عبدول على الارض، ادي يوسف حسن اللي بينزل مكان بن شرقي، ترجع تاني من محمد حمدي زكي في نص الملعب. حمدي زكي ده كتير لعب لها محمد حمدي زكي، تتقطع لصالح نادي الزمالك، ياخدها عمر فرج، عمر فرج ميشالاك، ميشالاك القطر البولندي ناحيه شمال، يلعبها لميشالاك، بص الانطلاقه من بن تايج، يستنى بن تايج يلعبها له، بن تايج يلعب الكره العرضيه، لكن الجزار المره دي يطلع الكوره بره الملعب، يطلع الكرة ضربة ركنية لصالح نادي الزمالك. 10 دقايق لسه 10 دقايق. جماهير المحلة تقول لك الماتش يخلص دلوقتي، يقول لك الماتش الأفضل إنه يخلص دلوقتي. 6 ركنيات للزمالك مقابل ركنيتين للمحلة، وركنيات الزمالك خطيرة، ركنيات الزمالك خطيرة، نفسهم مفتوحة النهاردة. زيزو تاني قصيرة،
تتلعب، تترد من ميشالاك، يتحرك بن تايك، زيزو لكن يلعبها لورا عند فتوح، تعلى لبن تايك او لزيزو مره ثانيه، ارضيه يلعبها ولكن فيها اوف سايد على زيزو، اوف سايد تتحسب لصالح نادي غزل المحله برايا من المساعد الثاني كابتن خالد حسين وصفاره من محمود بسيوني. ادي فتوح، بالفعل زيزو اوف سايد من كوره فتوح، كان معاه بن تايك وكان معاه ميشالاك، يلعبها لزيزو ولكن الكوره تطلع تكون اوف سايد. ادي تبديل ثاني، تبديل ثاني، ينزل الونش، حمد لله على السلامة يا ونش، تحية كبيرة في ملعب اللقاء لمحمود حمدي الونش، تعرض للإصابة ثم الإصابة الونش، لكن يرجع تاني لملعب اللقاء، ربنا يحمي لاعبتنا ولاعيبة الأندية كلها من الإصابات بمختلف الجنسيات، لاعيبة منتخبنا طبعا وكل اللاعيبة في الدوري المصري ودوري نايل من الإصابات، اصابات صعبه تبعد اللعيب تماما عن الكره، تختلف بقى العزيمه من لاعب للتاني، لكن الونش من اللعيبه الكبار، اللعيبه اللي ما فيش حد يختلف عليهم وعلى ادائهم في الملعب، محمود حمدي الونش. كره لدونجا يلعبها لعمر فرج، حاول يرقص عمر، يلعبها في الطرف الشمال لكن مقريه من عموري، مقطوعه لصالح نادي غزل المحله، موريتوري في نص الملعب، يوسف حسن يرجع للجزار مرة تانية، بص الزمالك بقى في أرض الملعب، في مين؟ حسام أشرف عايز يثبت نفسه ويسجل، هتلاقي ميشالاك عايز يثبت نفسه، بن تايك نفس الكلام بعد ما نزل أيضا الونش يحب يثبت نفسه لصالح نادي الزمالك ويكسب ثقة الملعب مرة تانية. قلت له الونش عنده خبرات كبيرة، أقول لك مهما اللاعب عنده خبرات لما بيبعد شوية بيبقى عايز يكتسب الثقة مرة تانية، ما بالك بقى باللي بعد شويتين مش شوية واحدة. كرة ترجع لصالح نادي الزمالك، 83 دقيقة وبنلعب في الدقيقة 84، 6 دقايق غير الوقت المحتسب بدل من ضائع، لكن المباراة خلاص بقت من جانب واحد، ولكن هي من جانب واحد من أول دقيقة منذ الطرد الحقيقة. كرة لصالح نادي الزمالك، دونجا يرجعها للوينش مرة تانية على الأرض، الميشالاك يعليها لحسام أشرف، يحاول ياخدها لكن فيها فاول على حسام أشرف لصالح أو على عمر فرج لصالح نادي غزل المحلة، تتلعب على الأرض، يوسف حسن يسلمها لعموري اللي ما عندوش حل غير انه يرجع لعامر، عامر طويلة، كرة عامر الونش بصدره يقطعها ياخدها مرة تانية. بص هنا لعيبة الزمالك بتعمل ايه؟ تمرر الونش كتير، يا ولد يا ولد على الوان ثري، ميشالاك ميشالاك ميشالاك، يلعب العرضية يسيبها حسام أشرف، تترد مرة تانية، فرصة للتسديدة، دونجا عايز ياخدها لنفسه يعدي لكن تطول من دونجا وتطلع ضربة مرمى لصالح نادي غزل المحلة. خمس دقايق على النهاية، على نهاية الوقت الأصلي. أدي لقطة الهدف وحسام عبد المجيد هو رايح ونيته يسجل، فنيته تمشي، نيته تمشي، كرة تتلعب عند عبدول، خد ورقة من الكابتن احمد مجدي زي ما شفنا في الاحتفال بالهدف، رايح يحييه ومعاه ورقة لحسام عبد المجيد اللي طلع ونزل الونش. كرة تتلعب مرة تانية لصالح محمد عصام، مشي بيها لحد ما اتقطعت منه عند دونجا على الارض، يحاول يعدي لكن حكم اللقاء يقول ما فيهاش حاجه، تترد لصالح اللاعب موريتوري، كان في اللقطه اللي فاتت حسام اشرف هو اللي بيحاول يعمل مشوار من ناحيه اليمين، تتقطع لصالح عمرو الجزار، يلعب الكره الاماميه، الكنترول هنا يفرق لو حط الكره على الارض، لكن فيها اوف سايد، فيها اوف سايد على محمد عصام، اوف سايد لصالح نادي الزمالك. اذكر حضراتكم بالمباريات القادمه بمشيئة الله، نادي غزل المحلة هيكون عنده لقاء في كأس الرابطة، نادي الزمالك عنده لقاء في الكونفدرالية الإفريقية، لقاء أمام إنيمبا، إنيمبا بنيجيريا، كرة لعمر جابر يسلمها مرة تانية لأحمد فتوح، زيزو، زيزو يستلم
زيزو من وسط اثنين عايز يلعب البينية لكن يرجع بيها مرة تانية عند بنتايك، تمريرة لفتوح، فتوح يلعب البينية طويلة عند زيزو، ما فيهاش اوف سايد، ما فيش راية، زيزو مع الكرة في الطرف الشمال، زيزو بيفكر في العرضية، ادي العرضية لكن الجزار برأسية يردها، ترجع لصالح الونش لكن مقطوع لصالح نادي غزل المحل عند محمد عصام، تمريرة الورا عند عموري، الجزار عمرو الجزار يفتح اللعب ناحية الشمال، تمريرات 3-4 تمريرات لصالح غزل المحلة عند حميدو عبدول في نص الملعب، عند يوسف حسن يطلب الكرة الطولية في الطرف اليمين النجار لكن ترجع عند يوسف حسن يقف كتير ويلعبها لمحمد عصام، ترجع تاني ادي الكرة الطولية في الطرف الشمال لكن بعيدة تماما على محمد حمدي زكي، تطلع رمي التماس لصالح نادي الزمالك. احمد مجدي هو اللي موجود في المنطقة الفنية، 4 أهداف للزمالك، فاز بالثلاثة على البنك الاهلي، فاز بهدفين على سموحة، وادي 4 أهداف امام غزل المحلة والوصول للنقطة التاسعة والمركز الثاني خلف النادي المصري. كرة تتلعب عند ميشالاك، اوفرلاب من بنتايك، ميشالاك يسلمها في نص الملعب عند فتوح يلعبها لصالح بنتايك لميشالاك، ميشالاك واحد على واحد، البولندي عايز يعمل العرضية يعدي من زاوية صعبة او يدي العرضية لكن الجزار يا ولد، الجزار يا ولد برأسية يطلع كرة ضربة ركنية لصالح نادي الزمالك. الزمالك اللي بيصبح مسجل 9 أهداف، أقوى هجوم في الدوري حتى الآن، 9 أهداف والهداف ناصر منسي، وكمان رجع من المحلة ب3 نقاط. عد الفوائد من ماتش النهاردة لصالح نادي الزمالك، ضربة ركنية وعودة الونش كمان، زيزو يلعب الكرة العرضية ولكن يطلع عامر ويمسك كورته بثبات، عامر يلعب الكرة الأمامية ما تعديش، يقطعها بشكل رائع، بنتايك يسلمها لزيزو ياخد له مكان، زيزو بيلعب العرضية وادي العرضية والرأسية من تحت لفوق من عمر فرج، رأسية من تحت لفوق، رأسية بكاتي تطلع الكرة ضربة مرمى لصالح نادي غزل المحلة. شوف قلنا كم ضربة مرمى في اخر 10 دقايق، بص الزمالك بعد التبديلات داس بنزين ازاي عكس مجريات الشوط الاول. ادي زيزو يلعبها الفتوح، اول تقدم او تاني تقدم لصالح فتوح، تتلعب الامامية موريتوري يرجع فتوح ويقطعها عند بنتايك لفتوح، فتوح يرجع لورا عند الونش، تمريرة على الارض عند دونجا يفتح اللعب ناحية اليمين، تمريرة على الارض لعمر جابر. الزمالك بيلعب وبيمتع جماهيره بالتمريرات الكتير بالاهداف ايضا، الاربعة اللي تسجلوا النهاردة، 2 في الشوط الاول و2 في الشوط الثاني. الونش يلعبها لبنتايك لكن التدخل من اللاعب اسامة النجار وحكم اللقاء يديها ضربة مرمى لصالح غزل المحلة، يديها ضربة مرمى. كم دقيقة كابتن بسيوني؟ كابتن بسيوني هيدي كم دقيقة وقت محتسب بدل من ضائع؟ عامر هيلعب الكورة، بيقول له كم دقيقة يا كابتن؟ زيزو مش عايز الماتش يخلص، بيقول له دقيقة، هنشوف. ادي عامر يلعب الكرة الأمامية، فيها فاول لصالح غزل المحلة لصالح محمد عصام على فتوح، في لحظة هيكون فيها طالع بكوعه فتوح في اللقطة اللي فاتت. دقيقتين فقط وقت محتسب بدل من ضائع. على فكرة مباريات الجولة الخامسة هتكون بمشيئة الله ابتداء من يوم 19 فبراير، لقاءات الدوري المصري اللي هتستأنف في يوم 19 ان شاء الله بلقاء حرس الحدود والمصري البورسعيدي طلع الجيش وبتروجيت الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وده ماتش هيكون من الماتشات الحلوة، يعني دايما لقاءات الزمالك وسيراميكا كليوباترا بتكون فيها كرة حلوة. سيراميكا كليوباترا بيقدم اداء هذا الموسم رائع. ادي كرة لصالح نادي الزمالك والتدخل توصل في الجبهة اليسرى، يحاول حسام اشرف يحطها على الارض، يحاول يعدي حسام لسه مع الكرة، يعدي من وسط ثلاثة حسام اشرف يدخل جوه 18 ولكن الكرة تروح لعموري مدافع نادي غزل المحلة. 19 ديسمبر عفوا 19 ديسمبر عودة الدوري في مباريات الجولة الخامسة. كرة تروح لصالح نادي الزمالك، ميشالاك لزيزو، زيزو يرقص ويحاول يعدي
زيزو مع 3 4 زيزو ناحيه اليمين يلعبها في المكان الفاضي عمر جابر يعمل كنترول عمر يريحها لورا لدونجا تسديده من دونجا ولكن تخبط وتطلع رمي التماس لصالح نادي الزمالك. الجونة وامبي مودرن سبورت والبنك الاهلي فاركو زد اف سي في اليوم الثاني يوم 20 ديسمبر يوم الجمعه ويوم السبت هيكون لقاء غزل المحله والاتحاد السكندري الاسماعيلي وبيراميدز في لقاءات الجوله الخامسه. خلاص الدقيقتين بيخلصوا اللي اداهم حكم اللقاء حسام اشرف في اللقطه اللي فاتت كان مع حميد وعبدول وحاول يعدي بمجهود فردي لكن عموري حط جسمه المره دي قبل لاعب نادي الزمالك غير لقطه ضربه الجزاء وبالفعل صافره النهايه من محمود باسيوني. نهايه المباراه ونهايه الاسبوع الرابع من دوري نايل فوز كبير لصالح نادي الزمالك. الزمالك اللي سجل هدفين لناصر منسي في الشوط الاول زيزو يسجل هدف من ضرب الجزاء وحسام عبد المجيد من ضربة ركنية وعرضية من زيزو تشتيت بالخطأ من الجزار يسجل حسام عبد المجيد الهدف الرابع لصالح نادي الزمالك. مبروك للنادي الزمالك هارد لك لصالح نادي غزل المحلة. أعزائي مشاهدي اون تايم سبورت شكرا لحسن متابعة. عودة للاستوديو مع زميل العزيز كريم خطاب ونجوم التحليل الكبار كابتن طارق جميل والكابتن حازم إمام. تحياتي مؤمن حسن.